اهلا بيكم واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر في حلقه جديده ومهمه. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان ومشاهدي برنامج الاهلي خط احمر. عوده ولقاء ان شاء الله تكون حلقه ممتعه باذن الله. ان شاء الله تكون حلقه ممتعه، وعشان كلمه المتعه ذكرت في بدايه الحلقه فلازم نقول ان كل حكايه لها بطل، ومن أبطال حكاية النادي الأهلي بطل عيد ميلاده النهاردة، وهو بطل استثنائي، كابتن محمود الخطيب، محمود إبراهيم الخطيب. شخصية أهلوية لها ارتباط عند كل مشجعي النادي الأهلي، ولكن كحكاية السير والملاحم الشعبية لازم عشان البطل يظهر يكون في كبوة، لأن من رحم المعاناة دايماً بيظهر البطل. من 1962 ل 1974 12 سنة بتتلعب 6 مواسم لبطولة النادي الدوري، النادي الأهلي لا يتوج باللقب. سنوات من أصعب السنوات في تاريخ النادي الأهلي. الطفل محمود الخطيب 1965 وتحديداً في شهر مارس بيبكي وهو بيستمع في الراديو لخسارة النادي الأهلي أمام نادي الترسانة بنتيجة 5-1، نتيجة قاسية وذكرى قاسية. بيبقى نفسه يغير الواقع ده، الحلم كان بعيد، هو مجرد مشجع، ولكن بتمر الأيام بل السنين وبيصبح الحلم واقع. أيوة أنت تقدر. محمود الخطيب داخل جدران النادي الأهلي عشان تبدأ ملحمة تغيير السنوات العجاف، ويبدأ النادي الأهلي يحقق دوري من 1975 لحد 1982 بتتلعب خلالها مواسم باستثناء 1978. النادي الأهلي بيحقق الدوري 7 مواسم متتالية، خلال الثمان مواسم دول كابتن محمود الخطيب بيكون هداف 7 مواسم من الثمانية. أيوة الأهلي بيرجع لوجهه اللي انتوا عارفينه، وحتى السنة الاستثناء 1978 كان هو بطل ملحمة الكاس أمام الزمالك 4-2. 1982 وخلصت حكاية الدوري، بس لسه حكاية الأهلي في أفريقيا مش بنفس الجودة. فيجي محمود الخطيب عشان يكتب سنوات الأهلي الذهبية هو وجيله في الأهلي في أفريقيا 1982 لحد 1987، 6 نهائيات متتالية بيلعبها الأهلي، بيحقق 5 بطولات فيها دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس الكؤوس 3 مرات. بيكون محمود الخطيب هو الأكثر تأثيراً فيهم والأكثر تسجيلاً للأهداف في أفريقيا في تاريخ النادي الأهلي ب 37 هدف. ده خلى النادي الأهلي بعد مرور سنوات بيستلم جائزة نادي القرن. أيوة زي ما أنت سامع، كابتن محمود الخطيب هو السبب الرئيسي أو أحد أهم الأسباب في تتويج الأهلي بنادي القرن. 1987 الأسطورة بتعلق الحذاء ومباراة الهلال وذكرياتها التاريخية. بيسيب محمود الخطيب الملعب، ولكن تاريخ إداري عظيم بيعيد فيه أيضا النادي الأهلي وهو رئيس لمنصات التتويج الأفريقية. صعوبات، ضغوطات، كل حاجة واجهت محمود الخطيب، ولكن فضل صامد، ودايما بقول ولسه بيجري ويعافر وهيفضل يجري ويعافر. لو فتحت كتاب التاريخ هتلاقي اسم محمود إبراهيم الخطيب نقش من ذهب لا يمكن حد يمسحه أو يمحي. بالتأكيد كل سنة وكابتن محمود الخطيب طيب، كل سنة وكابتن محمود الخطيب أسطورة كرة القدم المصرية. الأمر عند الكابتن محمود الخطيب لا يتوقف عند أرقام ولا بطولات ولا أهداف، برغم كثرتها وبرغم تحقيقه الإنجازات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، لكن أنا من وجهة نظري بشوف أن الكابتن محمود الخطيب كان حالة في الملاعب المصرية تاريخ كرة القدم ما قبل الكابتن محمود الخطيب، وتاريخ آخر لكرة القدم ما بعد الكابتن محمود الخطيب. الشغف اللي تواجد بعد فترة عصيبة جدا مر بيها الشعب المصري بعد حرب أكتوبر المجيد، كان لازم يكون فيه بطل ملحمي هو الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب اللي بقدر تغييره في مهارات كرة القدم وبقدر إضافته لأرقام وإنجازات مع النادي الأهلي، إلا أنه أيضا أضاف لقيمة لاعب كرة القدم.
اساطير سبقوا الكابتن محمود الخطيب واساطير ايضا ستتلو في تاريخ كره القدم المصريه، ولكن يبقى الكابتن محمود الخطيب علامه فارقه في جودة أو قيمة لاعب كرة القدم. لم يعد الآن بعد الكابتن محمود الخطيب لاعب كرة القدم مجرد لاعب كرة قدم، بل أصبح الآن هو طموح الآباء في أبنائهم. هو الآن هو معيار المهارة، معيار النجاح، معيار الإنجاز، بل الأهم هو معيار الأخلاقيات. الكابتن محمود الخطيب تاريخه كله إنذارين فقط لا غير، وبالتالي أصبح حلم الأطفال أنا عاوز أكون لاعب كرة قدم، أنا عاوز أكون الكابتن محمود الخطيب. اللي كان في جيله نجوم كتيرة جدا ورموز لكرة القدم المصرية، ولكن لك أن تتخيل أن حتى نجوم الأندية المنافسة لما تيجي تتكلم عن الكابتن محمود الخطيب تتكلم عن إنجازاتها فتقول بكل فخر أنا من جيل محمود الخطيب. هو ده اللي قدر يصنعه الكابتن محمود الخطيب غير اللي صنعه على أرض الملعب، وده كان ليه؟ لأن الكابتن محمود الخطيب كان ربنا بيلهمه بالقرار المناسب. الكابتن محمود الخطيب في بداية لعب كرة القدم كان قاب قوسين أو أدنى بمناسبة أننا لعبنا أول مباراة مع الإسماعيلي الانتقال للنادي الإسماعيلي، ويلعب جنب فاكهة كرة القدم المصرية الكابتن علي أبو جريشة، وما أدراك وقتها بالكابتن علي أبو جريشة وفريق الإسماعيلي بطل أفريقيا، كان فريق قوي جدا. ولكن في الطريق وفي بدايته بيجي النادي الأهلي ان هو يتعاقد مع الكابتن محمود الخطيب، بس في مشكله، هيكون ناشئ في صفوف النادي الاهلي وهيكون لاعب في الفريق الاول في فريق الاسماعيلي بقياده تومسون مدرب نادي الاسماعيلي، ولكن المشكله دي ممكن تكون عند اي لاعب الا الكابتن محمود الخطيب. كان حاسم قراره انا النادي الاهلي، وعشان اختار النادي الاهلي فكان لازم يستاذن كعاده الكابتن محمود الخطيب من مدرب الإسماعيلي تومسون اللي خده من مركز شباب الجزيرة، سلمه لغاية بوابة النادي الأهلي عشان يبدأ يكتب حروف من ذهب، بل يبدأ يساهم في مجد كبير جدا للنادي الأهلي وشعبية النادي الأهلي اللي التفت حوالين البطل محمود الخطيب، اللي كل طفل وكل أسرة كانت بتحس إن محمود الخطيب ده مش مجرد لاعب، ده حد من البيت بنشوفه في التلفزيون، ده بيمثلنا واحنا قاعدين بنتفرج بشغف على مباريات النادي الاهلي ومنتخب مصر. تنتهي مسيرته كلاعب بقرار، وبيجي وقت صعب جدا بعد الاعتزال بسنه يجيله قرار تاني يكون قادر فيه على اتخاذ القرار المناسب. تعالى هتلعب في نيوشاتل السويسري، يتدرب الكابتن محمود الخطيب اسبوعين، ولكن في نهايه الاسبوعين بيحسم قراره مع الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم قال له عمرك 34 سنه، هتلعب أول ثلاث مباريات بكفاءة كبيرة جدا، لكن بعد كده مدافع عنده 18 سنة هيكون دايما زي ظلك، هيمنعك من إنك تبرز مهاراتك في الدوري السويسري. وبالمناسبة فريق نيوشاتل كان بطل الدوري سنتين وكان هيلعب في دوري أبطال أوروبا، ولكن حسم الكابتن محمود الخطيب قراره. وللعجب إن فريق نيوشاتل السويسري قدم موسم ولا أسوأ، عشان تفضل ذكرى أو يفضل خيال فكرة ماذا لو كان احترف لاعب كرة القدم محمود الخطيب، فتظهر احتمالات النجاح دايما أكبر من احتمالات الفشل. وعلى المستوى الإداري مش هتكلم عن رئيس أو هتكلم عن نائب رئيس، أنا هتكلم عن الكابتن محمود الخطيب وإزاي بيقدس فكرة العمل المؤسسي داخل النادي الأهلي وهو في منصب أمين الصندوق، بيكون في ألمانيا، بيجي على معسكر لفريق الشباب للنادي الأهلي في أبو ظبي، بيحضر في أحد قيادات دولة الإمارات، يطالب الكابتن محمود الخطيب انه يجي يشوف المباراه من غرفه خاصه بكبار الزوار. فالكابتن محمود الخطيب يقول انا مش رئيس البعثه، رئيس البعثه وقتها كان عضو مجلس الاداره وقتها المهندس العمري فاروق، اذا كان حد المفترض يطلع يقعد في المكان ده فيبقى رئيس بعثه النادي الاهلي او سفير جمهوريه مصر العربيه. هو ده تقديس فكره العمل المؤسسي داخل النادي الاهلي حتى لو كان اسمك محمود الخطيب. كل سنة وكابتن محمود الخطيب طيب، كل سنة وهو رمز ملهم لكل أهلاوي وقريب من قلوب الأهلوية، وبنتمنى له دايما الصحة والسلامة. شفناه وهو بيستعرض كشف حساب المجلس لأعضاء النادي الأهلي، وإزاي كان واقف كابتن محمود الخطيب وإزاي بيتفانى ويجي على صحته عشان خاطر هو دايما لما بيقول كلمة بيكون قدها. خلال المسيرة اللي فاتت جمل كتير جدا عالقة في الأذهان،
ولكن بتبقى جملة دايما تتردد في ودني، أنا مش زعلان منهم، أنا زعلان عليهم. مش قصة لاعب، قصة درس لكل واحد بيشجع النادي الأهلي. النادي الأهلي هو جنة كرة القدم في مصر. كل سنة وانت طيب يا كابتن محمود. عايزين نقف بقى عند بعض الأرقام يا أسامة لكابتن محمود الخطيب اللي بتبين قد ايه هو كان حالة فريدة في النادي الأهلي. لو استعرضنا الأرقام دي، أرقام فردية لكابتن محمود الخطيب: 159 هدف مع النادي الأهلي، 109 هدف للنادي الأهلي في دوري العام، رقم قياسي لكابتن محمود الخطيب مع النادي الأهلي. بيتساوى معاه كابتن حسام حسن، ولكن كابتن محمود الخطيب في عدد مباريات أقل. بالظبط 37 هدف دي قلناها للنادي الأهلي في البطولات الأفريقية، رقم تاريخي ما قدرش حد داخل النادي الأهلي ينازع كابتن محمود الخطيب عليه. هداف الدوري موسم 78 وموسم 81، أكبر عدد من الأهداف سجل 23 هدف للأهلي موسم 1975، أفضل لاعب في أفريقيا 1983، فريق البطولة كأس الأمم الأفريقية 1980، وهداف أفريقيا خلال تصفيات كأس العالم 1978، هداف دوري أبطال أفريقيا 87 و83 و82، ومن بين أساطير الكاف في اختيار عام 2004. تاريخ عظيم جدا للاعب استثنائي ورمز استثنائي هو كابتن محمود الخطيب. بالتأكيد يا فارس، وزي ما قلنا أيضا ما قبل كابتن محمود الخطيب وما بعد الكابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب على مدار تاريخه داخل النادي الأهلي ساهم في العديد من البطولات، رقم يصل إلى 65 بطولة ما بين لاعب وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس أيضا مجلس الإدارة. الكابتن محمود الخطيب حقق 20 بطولة كلاعب. الكابتن محمود الخطيب أنهى مسيرته في الملاعب وهو يملك في رصيده 10 بطولات دوري. كان أقرب منافس للنادي الأهلي وقتها ما حقق في تاريخه كله منذ بداية مشاركته في الدوري العام 5 بطولات فقط لا غير. الضعف هنا قيمة الكابتن محمود الخطيب والإضافة الحقيقية اللي أضافها للنادي الأهلي، غير 5 بطولات كعضو مجلس إدارة وما بين أمين صندوق ونائب رئيس مجلس الإدارة، حقق حوالي 31 بطولة وهو رئيس للنادي الأهلي، حقق 9 بطولات بالتأكيد أهمهم البطولة 9 والبطولة 10 بعد غياب 7 سنوات. والأمر العجيب مع البطولة دوري أبطال أفريقيا إن الكابتن محمود الخطيب ساهم في كل 10 بطولات اللي اتحققوا على مدار تاريخ النادي الأهلي. في شخصيات يا أسامة لما بتتكلم عنها بيكون تاريخها من الثراء ومن يعني التعدد اللي يخليك مش عارف تتكلم على ايه في تاريخه كإداري او كلاعب، ولكن نقدر نطلع لتقرير نسمع فيه الكثير عن كابتن محمود الخطيب. سمه ما شئت، بيبو، محبوب أو محمود الخطيب أو الخطير، تعددت الأسماء والأسطورة واحدة. الطفل الصغير اختاره مدربه الكابتن إبراهيم الشيخ لكي ينضم لنادي النصر ليتألق بعد ذلك في بطولة الثانوية الرياضية. موهبة الخطيب كانت أشبه بتلك اللؤلؤة التي لفتت أنظار الجميع، وبدأ الصراع حولها حينما تصارع الأهلي والإسماعيلي لضم الأسطورة بيبو ليذهب الفريق مرتجي لمقابلة رئيس نادي النصر ليفوز بخدمات الخطيب. الخطيب لم يتردد في إبهار الجميع، الأهلي والزمالك في مسابقة بطولة دوري القاهرة للناشئين تحت 18 عاما. الخطيب يمارس سحره ويمتع الجميع ويسجل هاتريك في مباراة انتهت 7-1 لصالح النادي الأهلي. بعدها تبدأ الرحلة الحقيقية مع الأهلي الذي يعاني منذ سنوات ولم يحقق الدوري منذ عام 1962. الأهلي كان ينتظر فارسه ليأتي الخطيب رفقة هيديكوتي ليأكل الأهلي الأخضر واليابس، ويحقق الأهلي الدوري موسم 75 ويسجل الخطيب 23 هدفا كرقم قياسي لهدافي الأهلي في الدوري عبر التاريخ. العرض بتعدي للخطيب. وفي الثمانينيات يقود الخطيب الأهلي للعب 6 نهائيات إفريقية متتالية كرقم قياسي في تاريخ الأهلي،
ليحقق الأهلي إفريقيا للأندية أبطال الدوري أعوام 82 و87 وبطل إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في 84 85 و86. الخطيب باركنا جول الدالم والخطيب خطيب جول على سيده والجول يا ولد يا ولد. لحظة أن علق الخطيب الحذاء كانت لحظة قاسية يوم 30 من ديسمبر عام 1988. حضر 100,000 مشجع جميعهم ليهتفوا لا يا بيبو لا. الجمهور لم يكن ليصدق، هل حقا حانت لحظة اعتزال الخطيب؟ رحل الخطيب عن الملعب وبقيت كلماته الخالدة ردا على الجمهور: ألف شكر ألف شكر، ليكتب بعدها مسيرة جديدة من النجاحات الإدارية إلى أن تولى منصب رئيس النادي الأهلي، ليحقق الأهلي طفرة رياضية واقتصادية عظيمة ويعود للهيمنة الإفريقية رغم مرور الأهلي بالعديد من الضغوط والعقبات. ولكن نسر الأهلي أبداً لا يتوقف عن التحليق، وكذلك الخطيب مسيرة لم يتوقف فيها العطاء. نهر الأهلي الذي لم ولن يجف، شيء يشعرك بالفخر وانت بتتفرج على رموز النادي الأهلي اللي فعلا لهم مكانة غالية جدا في قلوبنا. كل سنة وانت طيب كابتن محمود. يشعرك بالفخر ويشعرك بالأمل، لأن زي ما قلت الكابتن محمود الخطيب كانت كل أسرة بتحس إن هو ابنها مش حد منفصل عنها. الكابتن محمود الخطيب يشعرنا بالأمل لأن تعرض لإخفاقات، وحسن أن يفعل دائما أنه بيتعلم من إخفاقاته فيحول إخفاقاته لدرجات إلى النجاح. هو ده الكابتن محمود الخطيب، أكثر من 50 عاما يعطي ويمنح للكيان، ويأخذ أيضا محبة من جماهير الكيان، ولسه بيجري ويعافر على رأي فارس. لكن أنا بقول واقف في وش الريح، ما تعبش مجاديفك، لا يوم تعبت ولا كلت مجاديفك، حالف تخلي الزمن يمشي على كيفك. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله وباقي فقرات الأهلي خط أحمر. ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر. طبعا عندنا مباراة مرتقبة بكرة مستنيين فيها أداء يشبه كثيرا أداء النادي الأهلي أمام الإسماعيلي، وعشان حالة الشغف اللي حصلت بعد مباراة الإسماعيلي بنشارككم معانا في توقع طريقة اللعب بكرة. شاركونا على هاشتاج الحلقة في توقع طريقة لعب موسيماني بكرة أمام البنك الأهلي. انت شايف ايه؟ والله انا عجبني جدا ان بيتسو موسيماني بدا ب 3-4-3، يمكن قبل المباراه وقبل مباراه الاسماعيلي، ده طبعا هاشتاج الاهلي خط احمر. فتشاركونا بقى، هل هنلعب 3-4-3 ولا يرجع ل 4-2-3-1 موجود ديانج بالظبط، ولا يلعب 4-4-2؟ ما خلاص احنا عندنا دلوقتي السكواد اللي يقدر يخليك تلعب اي طريقه، وعندنا ما شاء الله اللعيبه اللي تقدر كمان تتعامل مع اي طريقه. والحمد لله شفنا وجود حمدي فتحي في 3-4-3 اللي كل جماهير النادي الاهلي ظنت وبعض المحللين ان هيتلعب 4-3-3، فاجئ بيتسو موسيماني الكل. فهل هيفاجئنا بكره في مباراه البنك الاهلي باستكمال المسيره 3-4-3 او هيرجع ل 4-2-3-1؟ يا ريت تقولوا الكلام ده على هاشتاج الاهلي خط احمر، وهنعرض طبعا راي حضراتكم. لكن بالقصه دي يا فارس انا سعيد ان احنا بدانا البدايه دي، سعيد لان احنا قلنا هنا من خلال البرنامج والناس تتذكر معانا لما قلنا ان امام بيتسو موسيماني اختبار على كلامه وتصريحاته من فكره تعلمت الدرس من الدوري المصري. قلنا القدر وضع في امامنا 3 مباريات، الاسماعيلي ثم البنك الاهلي ثم الزمالك، والثلاث مباريات دول كانوا في الدور الثاني، الاهلي متقدم بهدف وبيرجع يحصل كامباك فنطلع 1-1. بيتسو موسيماني مع الاسماعيلي ده مش بس قال انا تعلمت الدرس، ده قال دعوه للمتعه من جديد. 4 أهداف، بتسجل الهدف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فأصبح الطموحات رجعت لجماهير النادي الأهلي
ان ما بقاش الموضوع نتيجه وبس، انا مستني نفس الاداء ده امام البنك الاهلي. امام البنك الاهلي مستنيين نفس الاداء. تعال نناقش الناس او نقول للناس قائمه البنك الاهلي قبل ما نقف عند مباراه الاسماعيلي، لان في اكيد حاجات كتير جدا محتاجين نقف معاكم فيها. قائمه النادي الاهلي استعدادا لمباراه البنك الاهلي: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، ياسر ابراهيم، وكهربا، حمدي فتحي، حسام حسن، شريف، وايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، السليه، قفشه، معلول، بيرسي تاو، اكرم توفيق، كريم فؤاد، ميكي سوني، هاني، وعبد القادر، وعمار حمدي. لما تيجي تبص على قائمه النادي الاهلي، لا، النادي الاهلي بقى عنده سكواد يقدر يكون مع موسيماني بكل الادوات اللي هو محتاجها. وده اللي يخلينا نربط بقى تاني بكلامنا. انت كان عندك مدير فني حقق نتائج جيده جدا، محقق 2 دوري ابطال افريقيا ورا بعض، حقق سوبر افريقي، وليه بعض النتائج السلبيه زي خساره بطوله الدوري والسوبر. انت بتقعد تقيم مع الوضع، الراجل ده بيقول انا عندي بعض القصور في بعض المراكز، او عايز اضافات في بعض المراكز، وعايز ادوات كذا كذا. انت كاداره وفرت له الادوات، وفرت له اللعيبه الاجانب اللي هو طلبها، ودي اختيارات نوعيه. دايما انا بقول، هل تعتقد ان بيرسي تاو كان هيجي النادي الاهلي لو موسيماني مش موجود؟ ما كانش هيبقى خيار مطروح. هل ميكي سوني كان هيجي النادي الاهلي لو موسيماني مش موجود؟ اكيد كان خيار مش مطروح. فبالتالي دي ادوات الراجل اختارها. بتبدا تقيم مع الادوات دي، هل في تطوير؟ لو في تطوير يبقى فعلا الراجل ده كان شايف العيب فين وبيبدا يعالجه. مفيش تطوير يبقى في مشكله كبيره جدا. انت شفت التطوير ازاي؟ انا شايف التطوير على ارض الواقع في فكره السكواد الاول، اللي هو يبقى انت عندك فريقين. وانا اتكلمت من وجهه نظري ان انت عشان تكمل في موسم صعب زي ده لازم الروتيشن يكون بشكل مدروس، ويكون عندك اللاعب اللي بيلعب اساسي واللاعب اللي قاعد على الدكه هو نفس المستوى او قريب جدا من المستوى اللي يقربه الاساسي، لان هو ده اللي هيحصل بشكل كبير جدا، يوضح قد ايه حصل تطوير في فريق النادي الاهلي، وهو ده اللي ممكن يفرق النادي الاهلي عن اصلا انديه الدوري المحلي وكمان عن الانديه الافريقيه، لاني اكاد اجزم ان النادي الاهلي هو افضل اسكواد داخل القاره. عشان كده انا حابب ان جماهير النادي الاهلي تتعامل مع القائمه، واحنا بنعلن القائمه ما تدورش على فكره هو مين اللي استبعد النهارده من القائمه، لان بالتاكيد هتلاقي نجم كبير او لاعب كبير يقدر يقدم الاضافه، ملوش دور في مباراه بكره او ملوش دور في مباراه بعد بكره، ولكن هتلاقي دايما له دور في المباريات المقبله. هتلاقي اللي بيلعب اساسي ممكن يكون النهارده اساسي، الماتش اللي بعده ممكن تلاقيه يا اما خارج القائمه يا اما قاعد على دكه الاحتياط، لان هو ده اللي قدر النادي الاهلي يوفره من سكواد محترم. تقدر تلعب حرفيا بفريقين. النهارده بيعود الكابتن محمد الشناوي بعد اصابه، الحمد لله على سلامه الكابتن محمد الشناوي، وبيعود للتدريبات وبيشارك للتدريبات، لكن عندنا ثقه والجهاز الفني عنده ثقه كبيره جدا في علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء. فكان الكابتن الشناوي مفيش استعجال بالدفع بيه داخل القائمه، وموجود علي لطفي، واعتقد كلنا لاحظنا مستوى علي لطفي حتى على مستوى الثقه في مباراه الاسماعيلي. يمكن هو تم اختباره في كره واحده، ولكن فارس دايما حارس المرمى للفرق الكبيره لازم بيكون مركز ال 90 دقيقة، لأنه ممكن يجي له كرة واحدة فقط لغير يكون اختبار وحيد في المباراة، فلازم يكون مركز طول ال 90 دقيقة عشان لما تجي له الكرة دي في دقيقة من ال 90 يكون قادر إن هو يتصدى ليها بكفاءة. وده اللي عمله علي لطفي، وده اللي أكده بيتسو موسيماني برغم عودة الكابتن محمد الشناوي، ولكن علي لطفي هو في القائمة وبنسبة كبيرة هو حارس مرمى النادي الأهلي بكرة أمام البنك الأهلي. وده حقيقي يا أسامة، وأنا اللي سعيد بيه ان لما عاد الشناوي وكتبت صفحه النادي الاهلي عن عوده الشناوي، كثير جدا من التعليقات دخلت بتدعم علي لطفي وبتقول احنا سعداء بعوده الشناوي وكمان مؤازرين لعلي لطفي. وعشان كده في كلامك رساله مهمه، ولكن هي عامله زي العمله لها وجهين، وهي الرساله اللي انا فعلا بقف عندها للجمهور، ان انت عندك السكواد طبيعي كل مره هيخرج منه نجم. فانت اتكلمت في ان الجمهور لازم يتعامل مع ده بذكاء شديد وما يبقاش ضاغط على الفريق. الجانب الاخر هم اللاعبين، الوجه الاخر من العمله. انت عندك سكواد قوي جدا، وانا متفق انه الاقوى في افريقيا. كل مره هيبقى فيه نجم خارج القائمه، محمد شريف لاعب كبير جدا
هداف الدوري شفناه خارج القايمه، لاعبين كتير جدا هيحصل ما بينهم روتيشن السنه دي. الروتيشن ده هيخدمك انت كلاعب عشان ما تجيش كمحمد شريف او كقفشه في لحظه من لحظات الموسم تحس انك بدات تنهار بدنيا او تدخل في اصابات. اذا لازم اللاعب يكون عارف قيمه ان هو ليه فرصه طول الوقت، مش معنى ان انت بديل معناها ان انت بعيد او مستواك سيء اطلاقا. كل لاعبي الاهلي اللي انا شايفهم في القايمه الفروق الفرديه ما بينهم بسيطه. وعشان كده وبمناسبه الفروق الفرديه انا حابب كمان اقول ان جمهور النادي الاهلي ذواق. احنا اختلفنا في طريقه لعب، وجمهور النادي الاهلي كان عنده تحفظ، بس جمهور النادي الاهلي هو اللي اول ما شاف اداء جيد قدام الاسماعيلي هو اللي كان في ظهر بيتسو موسيماني وكان بيديله حقه. وانا شفت على ملامح بيتسو موسيماني نفسه كنت بشوفه احيانا كسبان وهو غير سعيد بالاداء او حاسس ان ما زالت في مشكله. لا، بيتسو موسيماني كان سعيد. ليه؟ لانه كان حاسس ان الفريق احكم سيطرته في الملعب والفريق بشكل كامل مسيطر على المباراه. كمان رهاناتك، بيتسو موسيماني جال احمد عبد القادر في احد مباريات سموحه اللي واجهنا سموحه فيها وقال له انا محتاجك معايا الموسم الجاي، انت هتصنع فارق من اول مباراه بيدفع بيه. فهنا المدرب لما يشوف رهاناته، مكسوني ضرب الجزاء، بيرسيتاو بيسجل، احمد عبد القادر بينزل يسجل، هنا المدرب بيحس انه شغال صح يا اسامه. بالتاكيد يا فارس، وهنا بنتكلم بقى عن فكره بيرسيتاو واخيرا اللاعب اللي مش محتاج وقت للانسجام، ومش محتاجين برضو يعني نكون مبالغين في الاحتفال او مبالغين في الفرحه، هي اول مباراه لسه للفريق، اول مباراه في الدوري، البديهي والطبيعي نظرا لمستويات الفريقين الفنيه مع كامل الاحترام لفريق الاسماعيلي ان النادي الاهلي كان يفوز، وده اللي هو متوقع. لكن كان جميل في الامر ان النهارده 5 محترفين اللي الاهلي متعاقد معهم يكونوا هم الموجودين في التشكيل الاساسي، وهي دي قيمه المحترف. المحترف جاي عشان يكون اضافه داخل الملعب. فكره المحترف اللي يقعد دكه فترات طويله جدا انا بشوف ان هي فكره مش الامثل للتعاقد مع محترفين. النهارده كان عندنا الشخصيه في الملعب علي معلول، بدر بنون، اليو ديانج، هنتكلم عن الطرد بالتاكيد، ولكن مكسوني وقفته على الكره والمراوغات الناجحه، وبيرسي تاو والمحصله فكره الاون تارجت وازاي بيقدر يحول الفرص لاهداف، ده اضافه للنادي الاهلي واضافه كبيره كمان ان فكره المحترف موجود في الملعب فيقدر يديك الاضافه. طب اللي قاعد بره نزل عمل ايه؟ لا، نزل وقدر يسجل، سواء الكابتن حسين شحات نزل، حسام حسن بدايه لسه مع اول دوري موجود مش بعيد، كمان احمد عبد القادر وعمار حمدي اللي نزل حوالي 5 دقائق عمل 5 استخلاصات ما شاء الله عليه، وبدا يفكر في فكره كمان ان كابتن عمرو السوليه اللي تعب على مدار الموسمين اللي فاتوا يكون ليه فكره الروتيشن. هو ده البدايه، وهو ده اللي هيوصلك لمنصات التتويج في النهايه، تقدر تحسم النفس الاخير. الفريق اللي عنده فاسكواد كبير زي النادي الاهلي، الفريق اللي قادر المدير الفني يعمل روتيشن بشكل مهم وبشكل محترف جدا، وبيدي الفرصه لكل اللاعبين وبيشعر 20 لاعب تقريبا من القايمه ان هم لاعبين اساسيين يقدروا يلعبوا اي مباراه، هو ده الفريق اللي يقدر ان شاء الله يحقق البطولات. الفرس موسيماني كان عنده تفاصيل كتير في المباراه. دفع بحمدي فتحي كان فكره انا بشوفها ذكيه جدا وتدل على قراءه اللي بيحصل. حمدي فتحي كان بيلعب كاليبر متقدم لخط الدفاع، قفل زون 14، ودي اكتر منطقه كان النادي الاهلي عنده مشكله فيها. كمان البعض بيجي يتكلم ان فريق الاسماعيلي فريق ضعيف او عنده مشاكل، اتفق معاك، بس النادي الاهلي وهو بيواجه الفريق الضعيف اللي عنده مشاكل في نهايه الدوري الموسم الماضي، لا، قدم مباراه سيئه ساهمت في خسارته لبطوله الدوري. المره دي وانت بتقابل الفريق اللي برضه عنده مشاكل كنت انت فريق قوي. اذا انا متفق معاك ان الاسماعيلي ليس في افضل حالاته، بس كمان لازم اقول ان الاهلي كان في افضل حالاته، وعشان كده لازم اقف عند قفشه اللعيب اللي فعلا طول الوقت بتلاقيه وهو من اكثر اللاعبين ثباتا على المستوى، وحتى الاوقات اللي بتراجع فيها لازم نعذر قفشه لانه عدد المباريات اللي بيلعبها غير طبيعي. قفشه كان عنده 3 مراوغات ناجحه من اصل 3، صنع 2 وصنع 3 فرص، وتمريراته الصحيحه 30 من 37، بس كمان قفشه هو ترمومتر اداء الفريق، دايما قفشه في التوب فورم الفريق كله في افضل حالاته. بالتاكيد يا فارس، وكان الانسجام واضح بينه وبين بيرسي تاو لان الاثنين لعيبه كره، فمن سهل جدا ان هم يتفاهموا مع بعض، وعشان كده بما ان دي اول مباراه
لبيرسي تاو، فحابين نستعرض ايضا ارقام بيرسي تاو للامانه. يعني لعب 67 دقيقه، سجل هدفين من محاولتين اون تارجت، ودي دقه التصويب على المرمى مهمه جدا، وصنع فرصتين وعنده تمريرات صحيحه 10 من اصل 16 وثلاث مراوغات ناجحه من اصل 4 مراوغات، والهدفين سجلهم من اكسبكتد جول 1.5، وده بيديك انطباع عن قيمه اللاعب اللي انت جايبه. اللاعب دايما بيحاول يقرب من الاهداف المتوقعه، لو اهدافه المتوقعه خلال الموسم مثلا 16 هدف، فلما يجيب 14 13 فهو مقرب قوي. فاول مباراه لبيرسي تاو اهدافه المتوقعه 1.5، هو سجل هدفين، وشفنا التعامل ازاي مع الكورتين. الكره الاولى استلم وراح على المرمى، وانا بحب جدا اللاعب اللي بيروح على المرمى وواخد الثقه في نفسه، ورقص باهر المحمدي وصوب اتجاه المرمى حتى لو جت في رجل باهر ولكنها هدف. لكن الهدف الثاني بالنسبه لي هدف صعب جدا، لان الكره العرضيه من قفشه في مساحه قليله جدا داخل الستة ياردة، وعنده ضغط مدافع وتقدم لحارس المرمى، قدر يستلم مع ضغط تحت ضغط باهر المحمدي ويحطها برجليه اليمين مع تقدم حارس المرمى. اعتقد يعني بيبين ان احنا عندنا لعيب كبير، لعيب محتاجين نصبر عليه، محتاجين ومنتظرين منه الكتير، ودي الاهداف. يعني الهدف الاول طبعا الرقصه الشهيره اتحرمنا منها في الجول الثاني، ولكن خلاص بقت هي حديث السوشيال ميديا. ده الهدف اللي سجله بيرسي تاو، الهدف الاول لبيرسي تاو، لكن الثاني للنادي الاهلي. وطبعا جماهير النادي الاهلي يا فارس لما شافت المنظر ده والطريقه دي فرحت بالمحترف، ولكن دايما بنقول ما نستغلش. ادي الهدف الثاني، في ضغط مدافع تخلص منه وحط الكره بهدوء جدا في الهدف الثاني. نتمنى التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي، وبالتاكيد نتمنى نجاح المحترفين، على ان ده بيضيف للنادي الاهلي بشكل كبير جدا. لكن البعض يا فارس كان شايف ان التشكيل قبل المباراه ممكن يكون مطمئن. هنا محتاجين نقف وقف. يعني مفيش مشكله ان انت تقيم تشكيل او ان انت تشوف تشكيل للنادي الاهلي، وتحديدا بنتكلم عن كابتن حسني عبد ربه، لاعب من اللاعبين التاريخيين لمنتخب مصر، ولاعب في الملعب ما كانش حد يقدر يتكلم عن مستواه. ولكن في الاستوديو اكيد ممكن التشكيل يكون خادع، لكن محتاج وتنسيه يعني. انما فكره اطمنت هي اللي انا وقفت عندها، وارد جدا تشوف تشكيل للاهلي تختلف معاه، انما تطمن له صعب جدا يا كابتن حسني، لان النادي الاهلي مفيش حد يقدر يطمن لتشكيل ليه، ودي القاعدة الأولى، ما تطمنش لتشكيل النادي الأهلي. القاعدة الثانية ما تنساش القاعدة الأولى. نطلع ونشوف كابتن حسني عبد ربه قال إيه. كابتن حسني، تشكيلة الإسماعيلي اللي ظهرت بيتكلم إزاي كابتن طلعت يوسف؟ أنت واضح إنه عندك تخوف إن المباراة يبقى فيها جانب دفاعي أكتر شوية. لا، أنا بعد ما شفت تشكيل الأهلي طمنت. يعني لا هو يعني ده هي دي النقطه بقى كابتن، بس معلش انا اسف حسني، هي دي النقطه المهمه. يعني حسني قاعد في الاستوديو قال بعد ما شفت تشكيل الاهلي اطمنت. بيلعبوا ثلاثه والاهلي بيلعب ثلاثه، هل هنا الاسماعيلي هينتظر النادي الاهلي لحد ما يجي له ولا لا؟ هو دي تعليمات اكيد مليون في الميه كابتن طلعت. كابتن طلعت، انا اتوقع النهارده هيبقى في بدايه المباراه متراجع شويه، مستني النادي الاهلي هيلعب ازاي وبالطريقه ازاي. انما لما انا شفت التشكيل النهارده انا اتفاجئت طبعا من موسيماني اللي هو بيلعب ثلاثه في نص الملعب، انما كده بقى الموضوع بالنسبه للاسماعيلي ممكن يبقى اسهل شويه. ليه يا كابتن؟ النهارده انت بتلعب، لما تبص لتشكيل نادي الاهلي احنا كلنا يعني مش عارفين مين اللي هيلعب فرويد ومين هيلعب على الاطراف، فدي هتساعد المدافعين في الناحيه الدفاعيه لنادي الاسماعيلي، سواء مع عبد الله جمعه وسواء احمد عيد. قفشه من الحته المميزه في الحته دي اللي هو بيلعب صانع العاب، بيجي بوشه بيشوف الملعب، بيعرف يلعب ازاي كويس في الحته دي، بيودي الفراوده، بيعرفوا يجيبوا جون. النهارده لما لو اتطرف على الاطراف مفيش خطوره في قلب الملعب على النادي الاسماعيلي. للاسف كابتن حسني عبد ربه شاف المباراه سهله على الدفاع، فعوقب الاسماعيلي برباعيه. كابتن حسني عبد ربه يمكن لاعب قدام النادي الاهلي كان مسيرته مختلفه، هو شارك في 17 مباراه قدام النادي الاهلي، فاز في 2 فقط واتعادل في 5 وخسر 10 مباريات، يمكن تفوقه كان على نادي الزمالك. ولكن ده يديك ان دايما النادي الاهلي تعمل له حساب. حتى في الاسماعيليه هو كان من ضمن المشاركين في ابريل 2005 في السداسيه اللي خسرها الاسماعيلي امام النادي الاهلي وفي الاسماعيليه على فكره. فاعتقد صعب جدا حد يطمن لاي تشكيل يخص النادي الاهلي. بص، هو ليه يطمن؟ لان قرا التشكيل زي ما ناس كتيره جدا قريته بشكل مختلف.
الغالبيه العظمى من المحللين ويمكن حتى جماهير النادي الاهلي ظنوا انه بيلعب 4-3-3، فاتفاجئ على ارض الملعب ان 3-4-3 والوضع بقى مختلف والكره فيها هجوميه بشكل كبير جدا، فبالتالي اتفاجئ ان الموضوع مش زي ما كان متخيل ان حمدي فتحي لاعب في نص الملعب وان هو نازل للتامين الدفاعي امام النادي الاسماعيلي، فبالتالي كانت المفاجاه في احراز الاهداف تباعا لدرجه ان في تم تسجيل 3 اهداف والفريقين 11-11، ولما اطرد اليو ديانج قدر برضو النادي الاهلي يسجل الهدف الرابع، ولكن كان طرد اليو ديانج تبعه خروج نجوم المباراه ونزول نجوم اخرين، فكان للكابتن سيد بازوكا تعقيب مهم جدا ممكن يكون رد على الكابتن حسني عبد ربه، فنسمع تصريح الكابتن سيد بازوكا ونرجع نعقب. انت بادئ بدايه سيئه، اول مره تتغلب، اول ما تبدا تتغلب 4 ويا ريت 4 وبس، شكل وحش. والاهلي النهارده المدرب بتاعهم ده يشكر انه طلع الناس، لو ساب الناس كانت بقى فضيحه النادي الاسماعيلي النهارده. فضيحه. الحمد لله ربنا كرمك انه هيدخل لك جماهيرك، جماهيرك هي اللي بتوقفك على رجليك. بس البداية تخوف يا إسلام. البداية النهاردة تخوف. لو اتغلب 4 بس بلعب وشكل كويس، ده احنا ما رحناش على الجول غير مرة واحدة. مرة واحدة في 90 دقيقة، وبعدين بيلعبك ناقص لاعب وبيكسبك. يعني بيلعبك ناقص لاعب وبتجيب فيه الجول. بتجيب فيه الجول كمان مسخرة، تغذي الفرقة كلها. فبداية تخوف. يعني ده ما تريحش أي حد بيحب نادي الإسماعيلي. لما بتيجي الشهاده من المنافس على الاداء اللي انت مقدمه بالشكل ده من كابتن بنحترمه وبنقدره جدا الكابتن سيد بازوكا، بالتاكيد واضح جدا حرقته على النادي الاسماعيلي، وبنتمنى للنادي الاسماعيلي في المباريات القادمه التوفيق، لان طبعا النادي الاسماعيلي من الانديه الشعبيه الكبيره، ولكن امام النادي الاهلي، الاهلي دايما بيقدر يلعب على المستوى الفني وبيركز في الملعب، والحديث اللي دار قبل المباراه بشكل كبير جدا اعتقد على ارض الملعب الوضع يختلف تماما، واثبت النادي الاهلي انه قادر يفوز على اي ملعب لان المستوى الفني والفارق الفني لصالح النادي الاهلي. لكن هي بس ايه نقطه للكابتن سيد بازوكا، النجوم صحيح اللي خرجت كانت ثقيله على النادي الاسماعيلي، ولكن ايضا نزل نجوم كبيره للنادي الاهلي، وده اللي احنا بنتكلم فيه. اسكواد الاهلي مهم جدا، فما فيش تقليل ابدا من وجود الكابتن حسين الشحات، ولاعب اساسي بقاله موسمين مع النادي الاهلي، والعوده احمد عبد القادر اللي قدر يسجل هدف بالفعل هدف من امتع الاهداف في الجوله الاولى، وكمان الكابتن حسام حسن، واعتقد ان ده واضح جدا ان هم لما نزلوا كان عندهم دوافع زي ما اللي قبلنا قدروا يحققوا اداء ممتع ويسجلوا نتيجه، حتى لو احنا 10 هنحقق اداء ممتع ونسجل هدف، وده اللي حصل. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي ويقدموا لنا نفس الاداء ونفس النتيجه، وان شاء الله نقدر الحاجه اللي لنا عند البنك الاهلي من الموسم الماضي تعادلين ناخدها منهم بكره ان شاء الله باداء ونتيجه. نشوفكم بعد الفاصل والاهلي خطه. ورجعنا لكم وفقرتنا التانية من الأهلي خط أحمر. ما تنسوش هاشتاج توقع طريقة لعب النادي الأهلي بكرة، وهنستعرض أكيد آراءكم على مدار الحلقة، وفي نهايتها هيكون لنا عندها وقفة، ولكن عندنا وقفة عند شيء آخر. إحنا كما عهدنا بيكم يعني على مدار حلقات البرنامج عندنا فقرة فارو، بنقف فيها عند كل ما يخص الحالات التحكيمية من بداية الموسم اهو. الموسم اللي فات يعني نعتقد ان احنا ادينا بلاء حسنا وكنا معاكم على مدار الموسم يا أسامة، لحد ما جينا وقفنا عند عدد نقاط لينا وللمنافس، وازاي ده اثر في شكل بطولة الدوري. والله يا فارس، هو من بداية البرنامج، يعني بداية البرنامج واحنا كنا واخدين على عاتقنا فكرة فار روم. ليه؟ لان كنا بنسمع دايما ان الاهلي بيحقق بطولات بالتحكيم، فخدنا الرهان اننا مع بدايه البرنامج يكون عندنا فقره خاصه بالتحكيم، مش هنقول وجهه نظرنا، هنقول وجهه نظر خبراء التحكيم. ولما تراهن على فقره من بدايه الموسم فانت عارف كويس قوي وعلى يقين ان ما يروج لفكره الاهلي بيفوز بالتحكيم ده خطا وغير صحيح بالمره. وبالفعل خلال الموسمين اثبتنا في النهايه ان اكثر الفرق تضررا في الصراع المنافسه على البطولات في الدوريات الدوري المحلي وكاس مصر بيكون النادي الاهلي برغم وجود تقنيه الفار، ويمكن حتى واحنا فايزين بالدوري كان عندنا تعقيبات على اخطاء حصلت من بعض الحكام المصريين. فبالتالي بنكمل رهاننا مع الموسم الجديد في فقره فار روم،
وعارفين ان احنا هنوصل في نهاية الموسم لعدة اخطاء بالتأكيد لن تخلو كرة القدم من الاخطاء التحكيمية، ولكن نتمنى الا تكون مثل الموسم الماضي، ان شاء الله يكون حتى مع الاضرار التحكيمية والاخطاء التحكيمية النادي الاهلي بطل للدوري هذا الموسم. ودي الرسالة والقاعدة اللي لازم توصل للاعبي النادي الاهلي تحديدا، ركز في التسعين دقيقة، ركز في الملعب، اوعى تشغل بالك ابدا باي خطأ تحكيمي يواجهك في اي مباراة، كن قادر على انك تفوز حتى على هذا الخطأ التحكيمي، لان في مسافات فنية بينك وبين اقرب منافسينك. ان شاء الله اللي حصل الموسم اللي فات ما يتكررش الموسم ده، وبنكون سعداء. الناس بدأت كان الاول بيكلمونا دايما عندكم ايه في المنتدى ومين ضيوفكم، بقى كمان مرتبطين بفار روم، وكمان بنكون سعداء بإشادة بحكام سابقين بيتكلموا دايما عن الفقرة، لأن احنا عندنا منهج دايما بيستند للحكام مش لآراء أو وجهات نظر شخصية. عندنا بداية فقرتنا وبداية الموسم الجديد وبداية الجدل كالعادة. وهو كالعادة إثارة الجدل في لعبتين يخصوا مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي، كانت تغريدة لخالد الغندور كالمعتاد، محاولات للضغط على النادي الأهلي، بتتكلم عن فضيحة تحكيمية، قمة الفضيحة التحكيمية، يعني في مصطلحات ما ينفعش تعديها. معلش سبت حتة القمة دي لأنها مرتبطة بالنادي الأهلي فما ارتبطتش باللي كاتبه هو. قمة الفضيحة التحكيمية لما ديانج يحصل على إنذار تاني وهي طرد مباشر والفار لا يتكلم مع الحكم ويؤكد له إنها طرد مباشر. طيب إحنا هنا هنستعرض بما إن الكلام تناول النادي الأهلي وتناول حالات تحكيمية تخص النادي الأهلي، هنستعرض ما يخص النادي الأهلي بآراء الحكام، وهنستعرض أيضا مباراة المنافس أمام إنبي عشان نقف فعلا مين اللي كان استفاد من التحكيم ومين الذي لم يستفاد من التحكيم بل بالعكس أخذ حقه. يمكن في تخوف من مشاركة ديانج أمام نادي الزمالك، لو أعتقد ما كانش مباراة تالتة هي مباراة نادي الزمالك ما كانش أثير الكلام ده خالص، بس البعض بينسى وذاكرته بتخونه ان مباراة القضية الشهيرة ديانج ما شاركش فيها وكانت قضية قفشة بتحسم البطولة. بس احنا هنا النهاردة زي ما قلنا معاكم مش هنرد بكلام مرسل، عشان كده نطلع ونشوف لعبة ديانج اللي المفروض كان فيها انذار ايه الرأي القانوني والفني فيها. اولا في الحالات اللي فيها داود بالنسبة للإنذار أو الكارت الأحمر بروح لثلاث اعتبارات في القانون. هل إيه الجسم المستخدم لما اللاعب عمل الخطأ ده؟ كان نقول باطن القدم، تمام. راح في أنهي جزء من جسم اللاعب؟ راح في جزء اللي هو البطن تقريبا. أيوة تقريبا يعني تمام، البطن وما فوقها ربما. بالضبط أتفق معك. القوة المستخدمة هل كانت قوة عالية تمام عشان تصل إلى الحالة الطرد أو مش عالية؟ تمام. هل القدم كانت مفروده ولا لا؟ تمام. لا ان القدم ما كانتش مفروده بالشكل ده، ولا انا بتكلم غلط؟ انا متفق معاك جدا، بالعكس انا بتخيل الصوره وحضرتك بتشرحها فبلاقي ان كلها منطبقه على كلام حضرتك. الحمد لله. اذا لو رجل ديانج كانت مفروده استريت يعني ايوه ريد كارد بلا اي نقاش، كارت احمر مباشره، لكن هنا الرجل كانت غير مفروده متنيه يعني عشان الثالث يفهموا ايوه، اذا تنزل من استخدام قوة زائدة إلى التهور اللي هو الإنذار، وده اللي عمله الحكم رائع 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 واللي أكد عليه الفار. مفهوم. طيب أنا عجبني جدا شرح كابتن عصام عبد الفتاح اللي مرتبط بالصورة اللي احنا كنا معلقينها على الفيديو ومثبتينها، إزاي رجل ديانج بتروح لمنحنى إلى أسفل بغرض إن هو يفادي اللاعب مش بغرض تعمد الإيذاء، وده هنا يعكس كل اللي اتقال. كمان تعقيب هاني حتحوت هنا مهم جدا لانه ميوله معروفه يعني ما فيهاش حاجه، كل حد عنده انتماءات، ولكن هو هنا الراجل تجرد اعلاميا وقال اللي بيتقال قانونا بينطبق قدامي على الصوره اللي انا شايفها، وهنا ده رد من رئيس لجنه الحكام على اللعبه دي. قد يعتقد البعض ان ده كان الراي الوحيد. بص هو قد يعتقد البعض ان رئيس لجنه الحكام وارد طالع يدافع عن حكامه، لان في النهايه نجاح الحكم هو نجاح لرئيس لجنه الحكام، فبالتالي وارد جدا يكون ده دفاع عن الحكم. فعشان كده هنروح عشان نوصل لفكره الاجماع على فكره الكره دي، نروح لخبير تحكيمي اخر وهو الكابتن جمال الغندور، وطبعا كلنا عارفين تاريخ الكابتن جمال الغندور كحكم وكرئيس لجنه حكام اسبق، واعتقد يعني عارفين كمان الكابتن جمال الغندور مش هيقول حاجه مش مقتنع بيها
في وجود الكابتن عصام عبد الفتاح. نطلع نشوف الفيديو. انذار الثاني اهو، ادي انذار ثاني ثم بطاقه حمراء واللاعب خرج من الملعب. طيب وهنا في لاعب مصاب وفي وقت نتكلم فيه وفي وقت الفار والحكم يتكلموا فيه ويوصلوا للقرار. اكيد حصل الكلام ده بين حكم الفار وحكم الساحه. هنشوف هنا هو راح يلعب الكوره، راح يلعب الكوره وعينه على الكوره ومش شايف اللاعب، عشان ايه؟ نلغي فكره التعمد. تعمد مش موجوده. هو هنا لعب كوره. طيب هل هو راح مباشره بالقدم بالكامل؟ بص 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 يا كريم، انا مش بحب الايه فكره ان ايه، احنا في لما بنيجي نشرح للحكام بنقول في فرق بين او درجات لارتكاب المخالفه. في واحد اتفاجئ بوجود اللاعب فابتدى يقلل من سرعته، وفي واحد ما لحقش يقلل من سرعته فراحت بايه بقوه زايده. اذا راحت بقوه زايده تستحق الطرد على طول. اذا راحت وحاول اللاعب يقلل من سرعته، يمكن هنا طبعا قطعت الفانيلا وظهور الجروح يمكن خلى الموضوع يعني كلنا نبص. لكن هي مثل هذه الحالات عشان نكون امناء، مثل هذه الحالات بتبقى بين الانذار والطرد. يعني ممكن يبقى هو اداله انذار ثاني لكن ممكن تبقى طرد مباشر. ممكن ممكن ليه؟ الدرجه اللي ارتكبت بها المخالفه هنا بتبقى بنسميها اقصى درجات التهور. اقصى درجات التهور دي طبقا لظروف المباراه، طبقا للحاله اللي قدامك انت يا حكم، يا بترفع السقف يا طب حضرتك لو موجود مكان كابتن محمد عادل، انا في الملعب هنا وحتى مع تقنيه الفار انا همشي مع الانذار. مع الانذار يعني انت شايف ان قرار كابتن محمد همشي مع الانذار. ليه بقى؟ لان انا بس هي لقطه، هي نقطه واحده بس اللي انا لاحظتها، انه اللاعب لما تفاجئ بوجود المنافس ابتدى يقلل من، حاول بقدر الامكان، وبالتالي هتلاقي حتى قدمه مشيت على يعني ما راح. بص يا خريم، في فرق بين ان انا اروح، لو الكاميرا معايا، في فرق بين ان اروح واصدم كده ها، وفي فرق بين ان اروح وانزل كده من فوق لتحت. دي معناها ان انا حاولت ان انا اتفادى لكن يعني لا تزال حسب شده المخالفه هي بين الانذار وبين الطرد. تمام. انا عايزكم تركزوا في مصطلحات سمعتها في الفيديو. مبدئيا الكابتن جمال الغندور حسمها تماما لما اتقال ان لو انا حكم وهي بين الانذار والطرد في وجود تقنيه الفار انا هختار الانذار، ولكن هو اتكلم مصطلحات هنسمعها بعد كده، فعايزكم بس ايه تتذكروها معانا لكام فيديو كده. درجه ارتكاب المخالفه، درجه قوه المخالفه، الاهم كمان درجه التهور او اقصى درجه للتهور. ركزوا مع الثلاث جمل دول عشان هنحتاجهم بعد كده مع اراء خبراء تحكيمين اخرين. ولكن كابتن جمال غندور فارس حسم ان هو لو حكم في وجود تقنيه الفار هي انذار. ما كانش كابتن جمال غندور اخر حكم اتكلم في اللعبه دي، وده احنا بندل ان الموضوع، بصوا يا جماعه في فرق ما بين الخطا الصارخ اللي هو ده طبيعي، لو هتسال 10 9 منهم او ال10 هيجمعوا ان هو خطا صارخ، ولو الحاجه بتقبل الاراء لا احنا جبنا الاراء اللي كلها بتؤكد او بتجزم ان ما كانش فيه تعمد. نروح كمان لكابتن جهاد جريشه لان هو كمان شاف من المنظور اللي احنا بنكلمكم فيه. الراجل راح بالستادز في الصدر ومسح على صدر اللعيب، والركبه ديانج كانت فيها التانت ما كملتش مباشر على الصدر، مسح على جسم اللعيب وبالتالي قلت القوه وقلت السرعه وقلت الخطوره على لعيب الاسماعيلي، وبالتالي انذار مستحق لا يرتقي الى كارت الاحمر، وانذار ثاني كان سابق قبل كده واخد انذار فخد الانذار الثاني وتم الطرد، وقرار صحيح من محمد عادل، والفار طبعا راجع اللعبه ولان اللعبه ما تستاهلش كارت احمر مباشر، وبالتالي ما استدعاش حكم المباراة عشان يشوفها وخرج الموضوع بالصورة احنا شفناها. رأي كابتن جهاد جريشة انه لا يرتقي للكارت الأحمر، ولكن عايز أقف عند حاجة. أحد أهم أسباب إصابة الشامي أو التعويرة اللي جات له هي فكرة إن ديانج لما تفاجئ بوجوده زي ما قال كابتن جمال غندور بدأ يسحب رجله لتحت، الستارز هو اللي قطع التيشيرت بتاع الشامي وهو اللي عمل كده، لأن ديانج كان بيحاول يسحب رجله، لو في تعمد إيذاء مستحيل ديانج هيعمل كده، ده بالعكس كان هيفضل مصدر رجله في زاوية قايمة بحيث كانت تدفع اللاعب في اتجاه مختلف تماما، وده اللي بيأكد إن حركة وتشريح رجل ديانج مختلف تماما عن فكرة تعمد الإيذاء. بالتأكيد يا فارس، وده اللي اتفق عليه آراء خبراء التحكيم، واتكلمنا عن عدم التعمد، درجة التهور، اتكلمنا عن درجات ارتكاب المخالفة. طب تعالوا عشان نعمل كده نغير لون التيشيرت، نغير اللون الأحمر واللون الأصفر ونجيب ألوان أخرى ونروح لرأي آخر في مباراة الزمالك
والاتحاد وتحليل الكابتن ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمي في قناة نادي الزمالك للقطة طرد رزاق سيسيه عشان نشوف في محاكاة للأمر وقفنا عند بعض المصطلحات ولا لا. نشوف رأي الكابتن ياسر عبد الرؤوف. احنا عندنا هنا بنتكلم دايما في مراحل المخالفة بنتكلم فيه إهمال، تهور، استخدام قوة زايدة. تمام؟ المعايير دي احنا بنتكلم في القوة، بنتكلم في السرعة، بنتكلم في المكان اللي حصل فيه الدوس على القدم، بنتكلم في اعتبارات كتير. هل الاعتبارات دي موجودة عندنا؟ هل أنت شايف إن في سرعة؟ شايف إن في قوة؟ شايف يا خالد الرجل مفتوحة قد إيه؟ الفرق بين رجلي الشمال ورجلي اليمين بتاعك ده بيضعف من القوة. تمام؟ الحاجة التانية السرعة اللي هو جاي بيها مش سرعة عالية. الكون برضه ان هو رجليه ما فضلتش مفروده وان هي التانت ده كل ده بيقلل من القوه. انا بالنسبه لي اللعبه دي من لو قيمناها هنقول دي اقصى مراحل التهور. اقصى مراحل التهور، ولكن انا مش شايف ان هي فيها الشراسه دي، مش شايف ان هي فيها نيه الازاء الحقيقه، انا شايف ان دي اقصى مراحل التهور. ما فهمتهاش، يعني انت مع الطرد ولا مع انذار؟ اقصى مراحل التهور دي يعني انذار. انذار طيب بنبص على حاله قدامنا. ماشي يا كابتن، بس انت بتقول لي انذار. لا دي مش انذار يا كابتن، دي وجهه خالد. كابتن هات وهيقف المشي اهي. بس ارجع تاني لو سمحت، ما توقفهاليش، اعملها لي عاديه خالص. ده راجل واحد اثنين خالد، ده واحد واخد خطوتين، واحد اثنين خطوتين مش اكتر من كده، ما فهمش سرعه، عايز يقطع الكره برجليه، رجليه مش هتنزل الا في المكان ده. كابتن ما لمس الكوره كابتن. ايوه انا عارف والله، والكوره طلعت خلاص من رجليه. ايوه كابتن، ده داخل على القصبه. دخل على قصبه، ولكن هو من البدايه رايح يلعب الكوره، رايح يقطع الكوره، مش رايح بنيه الازاء. ركزتوا مع المصطلحات؟ اقصى درجات التهور. الكابتن جمال الغندور لما قال اقصى درجات التهور قال انذار. الكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناه نادي الزمالك في مباراه طرفها الزمالك في لاعب مطرود من منافس الزمالك قال ايه؟ اقصى درجات التهور. يا كابتن ده مفيش كوره، ما هو رايح ونزل رجليه لتحت، رايح بقوه اقل وبيلم رجليه، نفس المحاكاه لنفس المشهد. بالتاكيد كل حاله بتبقى مختلفه اكيد عن كل حاله، ولكن احنا بنحاول نقرب لكم الصوره عشان توصل الصوره للبعض. اللي بادئ يتخطى الازمه التحكيميه اللي حصلت في اول مباراه في الدوري ويقول ما الاهلي كمان بتحصل عنده ازمات تحكيميه. الغريب ان ما حدش بقى هنا توقف عن فكره هو الانذار الاول اصلا لأليو ديانج كان انذار مستحق. الجميع برضو اتفق على ان الانذار الاول لأليو ديانج لا يستحق الانذار. يعني لما تيجي تقيم الامر حاليا هتقول ان الاهلي لاعب ناقص لاعب اتحرم من لاعب مهم المباراه التاليه وهو اساسا لم يستحق الطرد باجماع خبراء التحكيم، وبيتقال ان النادي الاهلي هو اللي بيتم مجاملته من الحكام. بس دي ما كانتش اللقطه الوحيده في مباراه الاهلي والاسماعيلي يا فارس. كان في لقطه تانية في مباراه الاهلي والاسماعيلي وهي ركله الجزاء لميكي سوني، البعض برضو اتكلم فيها، ولكن احنا مش هنسيب حاجه تحكيميا، مش هنسيب حاجه، كل حاجة هتلاقوها هنا لينا وللمنافس، لأن دول الفريقين اللي بيتبارى على الدوري. نشوف آراء خبراء التحكيم وتحديدا الكابتن الشناوي في ركلة الجزاء لصالح الأهلي عشان عندنا تعقيب مهم. وركلة الجزاء الناس فاكرة في دوس على القدم، مفيش دوس على القدم، هي في شاط الرجل اللي بتتنقل. بصوا يا جماعة أهي، بصوا أهي، هي دي، هو بيجري خد رجل اللاعب خلاص زقال قدام خلاص فقد التوازن. بص هو بيسقط خلاص، نقل رجله نزلت على غير طبيعتها، على غير الطبيعي اللي هو عايزها، فبالتالي سقط، وبالتالي ركله الجزاء موجوده وقرار الحكم قرار صحيح. هنا بقى البعض حاول يقول ان هي صرخه ورجع مسح كلامه، بس دي مش قصتنا ومش ده اللي هنقف عنده، ولكن بنقف عند ركله الجزاء واضحه وصريحه ومستحقه. احنا ما بنقولش ان احنا ما بنعرفش ننام لو خدنا حاجة مش حقنا، لان احنا فعلا فعلا ما بنحبش ناخد حاجة مش من حقنا، وبنقولش ده شعارات. البعض راح في سابع نومة بعد ما بدأ الموسم بحاجة مش من حقه، وده برضو اللي لسه هيبقى لنا واقفة معاه. بالتأكيد يا فارس، وعندنا كمان تأكيد من خبير تحكيمي آخر وهو الغندور، ولكن الكابتن جمال نشوف الفيديو. هنا دي ركله الجزاء، محمد عادل زاويه رؤيته كويسه جدا. ايوه تخليه يشوف. وفي نفس الوقت لم يتردد في احتساب ركله الجزاء،
وبعد كده حصل تاكيد من حكم الفار لانه كل القرارات بص شفت المسك المسك طبعا ده يعني ايه الايد اهي اللي باينه قدامنا وادي الايد التانية خلاص مسك واحده من الاخطاء اللي بيعاقب عليها القانون بركله حره مباشره داخل منطقه الجزاء ركله الجزاء. اذا واضحه جدا الحالتين اللي حصلوا في مباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي حاله طرد اليو ديانج انذار مستحق والانذار الاول لم يكن مستحق والبعض روج لفكره انه كان يتم طرده طرد مباشر. الحاله الثانيه وهي ركله الجزاء واعتقد الكابتن احمد الشناوي والكابتن جمال الغندور اتكلموا عن صحه ركله الجزاء، لكن في نقطه مهمه شغلت اراء جماهير النادي الاهلي وهي فكره ان الكره دي ميكسوني اصر ان هو يلعبها لبيرسي تاو وكان موجود فرصه محققه. الكابتن سمير عثمان تحليله في الموقف ده كان مهم جدا وبالنسبه لي كان رد طبيعي جدا على التساؤلات دي، قال هو يفضل انك ما تمنحش الفرصه في ركله الجزاء ولكن كان قايل وانا بتفق مع الراي ده ان محمد عادل حكم المباراه كان واخد القرار وكان شايف افضل من اي فار وبالتالي لم يكن ابدا سيتراجع في قراره حتى لو الفار استدعاه لانه شايف الكره كويس وانا بتفق مع الراي ده وشايف ان الكابتن محمد عادل بغض النظر عن بعض الفاولات اللي كان ممكن لعيب الاسماعيلي يحصلوا على انذارات ولكن قدم مباراه على مستوى متميز جدا عن مباريات الكابتن محمد عادل السابقه مع النادي الاهلي مش عشان ان هو منحنا ركله جزاء لانه في النهايه طرد لاعب من انذار وما كانش عنده انذار مستحق اللي هو الانذار الاول اليو ديانج ولكن لما بنشوف تطور او تقدم ملحوظ او بعض التركيز من حكم المباراه احنا ما عندناش مشكله مع الحكم احنا نتمنى عداله تحكيميه ونتمنى نشوف ده في جميع المباريات مع جميع المنافسين مش فقط مباريات الاهلي. نطلع فاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا والاهلي خطه. ورجعنا لكم واستكمال فقرة فار روم. شفنا من الزاوية اللي كان البعض بيشوف ان النادي الاهلي استفاد بيها من بعض الحالات وردينا بالورقة والقلم. طب تعالوا بقى نبدل المقاعد ولما نبدل المقاعد هنلاقي الورقة والقلم بيقولوا حاجات تانية خالص. نشوف في البداية ركلة جزاء استفاد بيها نادي الزمالك شاف كابتن حازم امام ان هي ركله جزاء صحيحه. نطلع ونشوف الفيديو. ضربه الجزاء من وجهه نظري والله لا مش عشان انا زملكاوي ولا حاجه بس انا شايفها في الاول قلت ما فيهاش حاجه في اول حاجه لكن بعد لما اتعادت اوباما واخد الكوره الاول وهو بيجري في اتنين عاملين تاكلينج انا شايف في واحد منهم خبط في رجله وهو واخد الكوره قبليهم يعني هو لو ما وقعش خلي بالكم الاتنين على الارض وهي كوره قدامه يعني ممكن يمشي هيبقى خلاص انفراد ما فيش داعي ان هو يقع لو هي كوره بيمثل لان هو لو هو بيمثل هيمثل ليه ما هي الكوره قدامه واقفه قدام يعني خدها هو اللي خدها ورايح للجون والتانيين وقعوا على الارض خلاص طلعوا بره اللعبه. دي وجهه نظري طبعا الناس يقول لك انت زملكاوي وانت مش عارف ايه وبتاع بس والله انا شايفها كده يعني وشايف ان التصوير مبينها من كذا لقطه يعني في لقطه اللي هي بقى من ورا الجون مش من ورا الجون ورا الجون مش باينه طبعا لا من ناحيه بقى الناحيه الثانيه مش من ورا الجون الناحيه بتاعت قدام الجون هي دي اللي من وجهه نظري مبينه شويه. الجون ده فتح الماتش طبعا وخلى ام بي يلعب الشوط الثاني ضاغط على الزمالك وكان احسن في اول تقريبا تلت او 25 دقيقه. ركله الجزاء كابتن حازم شايفها صحيحه مش عشان هو زملكاوي وشافها من ورا الجول ومن جنب الجول ومن قدام الجول ومن كل الزوايا بس تغاضى تماما عن سيف الجزيري والمخالفه اللي كان عاملها. لسه هنروح للاراء ولكن في حته مهم جدا نقف عندها لان استغربتها جدا في الكلام. كابتن حازم مش بس شاف ان ركله الجزاء صحيحه ده كمان شاف ان امبي اللي اتحسبت عليه ركله جزاء غير صحيحه استفاد من ركله الجزاء انه لعب كويس ولعب افضل بعدها. طب ما يمكن كان الافضل ليه انه يفضل مقفل ويطلع الجيم درون وما يحتاجش ان هو يهاجم ويفتح خطوطه فيخسر. لا هو شاف انه استفاد من ضربه الجزاء. حاجه تانية مسابقه كده اتفرج على جميع المحللين الزملكاوية اللي بيحللوا الدوري المصري كابتن أيمن يونس كابتن فاروق جعفر كابتن حازم إمام امتى آخر مرة حد فيهم في حاجة لعبة تحتمل الشك أو لا تحتمل الشك شاف إن هي ليست لصالح الزمالك ما تفكرش هتخسر المسابقة لأن ده ما حصلش إطلاقا. ده فارس اسمه الانحياز التأكيدي الانحياز التأكيدي أنا متأكد إن الكابتن حازم إمام
فعلا ما شافش اللقطه اللي بتوضح ان الكره مش ركله الجزاء، لان هو بيتصرف طبعا لمعتقداته كمنتمي واحد اساطير ورموز نادي الزمالك. لكن الحقيقه انا برضو مستغرب فكره ان هو بيجزم ان ليه اوباما وقع وشال عنه فكره السيميليشن. والحقيقه هنا بقى رساله للتحكيم المصري بشكل عام، يا جماعه ما ينفعش ما ينفعش لاعب او فريق او عده لاعبين في كل وقت بيحطك تحت اختبار وبيضغط عليك وبيبتز صفارتك انك تصفر ركله جزاء. اللاعب اللي يقع داخل منطقه الجزاء اعمل زي ما محمد عادل بالظبط عمل مع لاعب الاسماعيلي لاعب الزمالك السابق احمد مدبولي من مدرسه الزمالك، فدخل في كره مع بدر بنون عمل سيميليشن، محمد عادل صفر اداله انذار. خمس او ست لاعبين او خمس او ست مواقف دايما بنشوفها في بعض المباريات والحكم بيتجاهل الفكره دي، برغم ان ده اصلا اول شيء بيضغط على الحكم وبيضعه دايما ضغط 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 في فكره ركله الجزاء. اتمنى من التحكيم المصري ياخد باله من الكره دي مع اي فريق ومع اي لاعب يحاول ان هو يبتز صفاره الحكم باطلاق ركله جزاء. لكن كابتن حازم زي ما قلت هو فكره معتقده كزملكاوي فشاف الكره وركز على فكره اوباما فقط لا غير، فحابين نجيب له راي خبراء التحكيم لما بيتعاملوا بتطبيق القانون مش بالعواطف. نطلع نشوف رأي خبير تحكيمي ونرجع نعقب. مبدئيا في دفع من لعيب نادي الزمالك على مهاجم على مدافع نادي انبي، الدفعه دي خطأ، الدفعه دي خطأ لازم يتم احتسابها. لو محمود ما شافهاش وبعد كده حسب ركله الجزاء يبقى لازم حكم الفار يناديه ويشوفها. يا كابتن سيف انا بقول يناديه يشوفها ليه؟ حتى زياده التاكيد يعمل معاه كونفيرم. هنا قبل ما اتكلم على ركله الجزاء لا، في دفعه من لعيب نادي الزمالك لمدافع نادي ام بي اللي خلاه وقع، بعد كده لعيب نادي الزمالك جاي من ورا واخد القرار انه يقع. الكره دي ما فيهاش ركله جزاء، لا دي فيها خطا من الاول على مهاجم نادي الزمالك. اهو الدفعه واضحه احنا جبناها من كذا زاويه، لعيب نادي الزمالك جاي واخد القرار انه يقع. هنا كان لازم حكم الفيديو غير الخطا يا كابتن، فيها خطا ولا لا؟ لا لا ما فيهاش خطا، يعني عندنا لعيب نادي الزمالك جاي من ورا واخد القرار بتاع الجامب بتاع الدايفنج. كابتن سمير عثمان وضح اللي طبيعي جدا في تطبيق تقنيه الفار، ان انت لما بتشوف الخطا بتشوف بدايه الهجمه وبتشوف اكتر من زاويه. يمكن هنا في البرنامج ده اتكلمنا كتير، والله اتكلمنا كتير في مباراه الزمالك والمصري البورسعيدي لما حكم الفار ورى الكابتن محمود البنا لقطه فيها لمسه يد وتجاهل لقطه فيها دفع من مهاجم الزمالك لمدافع فريق النادي المصري، وقلنا يا جماعه يا ريت بعد اذن حضراتكم اعرض الصوره كامله لحكم الساحه عشان ياخد قرار. حكم الفار، وانا هنا لازم عشان ما نتكلمش بشكل عام، الكابتن حسام عزب وحكم الساحه الكابتن محمود ناجي، عشان لازم نتكلم باسماء الحكام عشان ما نظلمش كل اسماء التحكيم المصري لما نقول التحكيم المصري بشكل عام. لا، في حكام بيجيدوا اتخاذ القرارات وحكام لا تجيد اتخاذ القرارات، فلازم نحط قاعده ان لازم اسم الحكم الذي لا يجيد اتخاذ القرار يكون واضح للمتلقي. فحكم الساحه الكابتن محمود ناجي، والواقعة السابقة في الموسم قبل الماضي ماتش الزمالك وحرس الحدود لما كان متأثر وغضبان جدا ان حكم الفار استدعاه لركلة الجزاء لصالح حرس الحدود ونزل طبعا او خد قرار ان هو مش هيحتسب ركلة الجزاء، النهارده بيحتسب ركلة الجزاء ليوسف اوباما. خبراء التحكيم قالوا ان في خطأ واضح على سيف الجزيري اللي دفع مدافع انبي، فوصل ان بقت كورة مشتركة بين يوسف اوباما ومدافع فريق انبي، وحكم الفار حسام عزب عشان نعرف الاسماء دي كويس، لان مهم جدا زي ما بنشيد بحكام بالاسماء برضو الحكام اللي بتخطا نوضح بالاسماء. حسام عزب حجاج ابن الكابتن عزب حجاج، شفنا السنه اللي فاتت ازمه برضو تخص ابن الكابتن احمد الشناوي، ونتمنى ان التحكيم يسير في مسيره افضل وما يكونش فيه اي شكل من اشكال المجاملات في التعيينات. ولكن ما كانش كابتن سمير عثمان آخر حد قال رأيه في اللعبة، عندنا كمان رأي كابتن جمال الغندور في ضرب الجزاء الزمالك مستحقة ولا مش مستحقة؟ وإيه اللي بيحصل من مدافع الزمالك مهاجم الزمالك التاني اللي هناك ده؟ يزق مدافع إمبي. إيه دي؟ بص كده، ها؟ هي مش دي دفعة؟ هو مش هي دي كمان تمت على فكرة قبل حتى يعني العرقلة أو الالتحام قبل الالتحام. إذا لو أنا في التحام ولو في فعلا ركله جزاء لابد ان انا ارجع للاي بي بي، ارجع لمراجعه الحاله، هلاقي قبلها كان في مخالفه وبالتالي هحتسب المخالفه.
طيب اللي هي الفاول اللي هو على الفاول اللي هو على المهاجم اللي هو على المهاجم. طيب اللعبه نفسها بقى انا يعني عايز صوره توريني فين المخالفه اللي ارتكبها لاعب ام بي. لاعب ام بي مفيش بالرجل من تحت. انا بدور انا عمال ادور صراحه. خلينا تعالى انا وانت يا كريم ندور نشوف المخالفه فين اللي هي اصلا. خلاص احنا اتفقنا ان احنا اصلا انا عندي مخالفه قبليها. وصلت الراجل يدور على ركله الجزاء هو وكريم وانا واسامه قمنا ندور والفيديو شغال ومحدش لاقي حاجه. محدش لاقي حاجه غير حكم الفار وحكم الساحه. واعتقد لعبه محتاجه كتير جدا من الوقفات لان السنه اللي فاتت شفنا 15 ركله جزاء بيستفيد بيهم الزمالك. المره دي يبدو ان البعض في طريقه 15 ان هو نقطة. يكسر الرقم القياسي لنادي الزمالك ويحقق عدد ركلات جزاء وعدد نقاط اكتر نتيجه اخطاء تحكيميه. عايزين وقفه وعايزين يكون في تحكيم افضل. خلينا بس ناكد 15 نقطه وليس 15 ركله جزاء. ولكن طيب ده الكابتن سمير عثمان والكابتن جمال الغندور. لكن تعالوا بقى نشوف كمان الكابتن ياسر عبد الرؤوف من داخل قناه نادي الزمالك رايه ايه في الكره بتاعه اوباما دي. نشوف الفيديو. عشان بعض الناس قريبين قالوا انها مش ضربه جزاء او انها ضربه جزاء. احنا قدامنا صوره هنتكلم بالصوره ونشوف في مدافع وفي مهاجم. تمام. ننسى بقى اوباما شويه ونركز على الاثنين اللي هناك اللي قدامنا اللي هو الجزيري ومدافع انبي. تمام. ونمشي ونشوف ايه اللي هيحصل. الايد دي يا كابتن طارق معلش نقف. الايد دي هل هي فيها دفع ولا ما فيهاش دفع؟ ها ايه رايك؟ بس هو لم يتاثر اللاعب يا كابتن. حتى لو أنا سؤالي يعني انا سؤالي يا كابتن طارق تمام في دفع ولا ما فيش دفع؟ يعني خفيفه. يعني في دفع خفيفه. تمام. مش دفع يعني يبقى اللي هو يبقى هنا زي يبقى هنا, يبقى هنا رقم واحد. رقم واحد في دفع على مهاجم الزمالك. واضح طبعا ان في نزول بالمقعده وطبعا ده اهمال. ما هو مش قصده ان هو يعمل كده ولكن طبعا ده نوع من انواع الاهمال. المخالفه موجوده. المخالفه موجوده. في ركله جزاء على المخالفه. في ركله جزاء. تمام. ولكن انا المفترض بيا كحكم فار ان انا براجع على حاجه اسمها اي بي بي اللي هي مراحل بناء الهجمه. هل كان في مخالفه قبل كده ولا لا؟ كان في مخالفه قبل كده على الجزيري فالمفترض ان هو يقول للحكم في مخالفه من المهاجم قبل ما المدافع يرتكب مخالفه ضد المهاجم زميله. لو رجعنا على اللعبه بالشكل ده وخرج محمود ناجي وشاف ان في دفع ركله الجزاء هتتلغي وهيحسب مخالفه على المهاجم. كابتن طارق في دفع خفيفه يعني الراجل ما ماتش يعني ده دفع خفيفه. بس انا عاجبني ان الكابتن طارق جاب اللقطه للكابتن ياسر عبد الرؤوف. الموسم الماضي في مباراه الزمالك والمصري كان الكابتن ياسر عبد الرؤوف مع مقدم برامج اخر قعد تقريبا اسبوعين يدور على لقطه اتبعتولي ركله جزاء الزمالك والمصري عشان اتكلم عليها وتقريبا من السنه اللي فاتت ما جاتلوش لقطه. فحسنا فعلا الكابتن طارق يحيى انه جاب للكابتن ياسر عبد الرؤوف اللقطه اللي واضح فيها ان في خطا قبل ركله الجزاء. فبالتالي كان ده قرار او راي الكابتن ياسر عبد الرؤوف. واعتقد ده واصل بشكل كبير جدا للكابتن حازم امام ان ركله الجزاء ليس لها اي محل من الصحه. بس الاهم يا فارس ان احنا هنا في البرنامج عندنا عينين. بص يعني احدهم قاعد بيتفرج علينا عشان يهاجم كالعاده ومستني يقول بص جابوا ضربه الجزاء اللي للزمالك وقالوا ان فيها شك بس ما جابوش ضربه الجزاء اللي للزمالك. لا احنا هنا بنتعامل مع مساله التحكيم بشكل كامل. بنستعرض الاخطاء اللي للمنافس او على المنافس واللي لينا واللي علينا. عشان كده نستعرض كابتن ياسر عبد الرؤوف نفسه وهو بيتكلم عن ركله الجزاء لزيزو لم تحتسب لصالح نادي الزمالك. نطلع ونشوف الفيديو. وعايزين نقول النهاردة المدافع راح يلعب الكورة ولا هو رايح يعمل حاجة تانية غير لعب الكورة؟ رأينا المهاجم زق الكورة. تمام. رأينا المدافع راح لجسم اللاعب. بالظبط كده يا كابتن طارق. جسم المهاجم. احنا النهاردة بنتكلم ان المهاجم زق الكورة خلاص والمدافع مش رايح في اتجاه الكورة. انا كان ممكن اروح في اتجاه الكوره لو انا خدت المهاجم في ظهري وكملت عليها. ولكن هو رايح يعمل اعاقه. تمام. ودي اسمها اعاقه او منع تقدم الخصم. يعني ضربه جزاء. طبعا ركله جزاء. ضربه جزاء ما اتحسبتش. ما اتحسبتش وكان يجب على حكم الفار ان هو يتدخل فيها. بعض الناس ممكن تقول مش هي دي اللي يتحسب عليها ركله جزاء. ممكن واحنا في الملعب ما بنحسهاش الاحساس ده. ولكن احنا طالما عندنا صوره وعندنا تقنيه فار وعندنا ان الراجل ما راحش على الكوره وبدا ان هو يروح على
جسم المهاجم، حتى لو المهاجم بالغ في السقوط لا هو ياخد المخالفه بتاعته، ركله جزاء غير محتسبه، وكان يجب على حكم الفار ان هو يتدخل ويدي نصيحه لحكم الملعب انه يشوفها زي ما احنا شايفينها كده. يمكن لو تحلى الجميع بضمير الاهلي خط احمر، عرضنا اللي للزمالك واللي على الزمالك، ولكن في حاجات بقى تانية يا اسامه محتاجين نقف عندها، لان بما ان البعض اتكلم عن انذار وطرد ديان احنا بنقيم، فعندنا انذارات كتير جدا بالظبط. لا وبنقيم، بنقيم الحاله التحكيميه نفسها، الحكم الساحه الكابتن محمود ناجي والحكم حسام عزب، من يتحمل اخطاء حكم الساحه ويتحمل اخطاء حكم الفار في القرارات اللي المفترض يتدخل فيها الفار. ولكن للامانه احنا جبنا الكابتن ياسر عبد الرؤوف، لان الكابتن ايضا سمير عثمان والكابتن جمال الغندور قالوا ان في ركله جزاء لزيزو. ولكن للامانه بما اننا بنتكلم في كرات زي دي، في كره شبيهه جدا بيرسي تاو اعتقد مع مروان صحراوي تقريبا في الدقيقه 51، مروان صحراوي ما نجحش في انه يلعب الكره وارتطم بقدم بيرسي تاو وسقط بيرسي تاو، ولم يتحدث احد ان دي زي دي. ولكن خلينا نكمل في مباراه الزمالك وانبي، اصبح الان الحكم مخطئ هو وحكم الفار في احتساب ركله جزاء غير صحيحه، والتغاضي عن ركله جزاء صحيحه. ولكن الانذارات موقفها ايه؟ وهل هيبدا يكون عندنا حصانه للاعبين ضد الطرد من بدايه الموسم؟ تعالوا نشوف الفيديو ده والخبير التحكيمي ونرجع نعقب. في مسك، في مسك من طارق حامد للاعب انبي. طيب مرسي، احنا بنقول ان المسك عشان اطلع له انذار حاجتين، يا اما منع هجمه واحده، يا اما ان انا بمسك بشكل صارخ. تمام، هجمه واحده لا ما اعتقدش، ان احنا لو فتحنا الصوره شويه هنلاقي ان في مهاجم واحد بس من انبي هو اللي موجود وفي اكتر من مدافع، ولكن المسك بالشكل ده مسك صارخ، بالتالي كان يستحق عليه طارق انذار للمسك الصارخ مش لافساد هجمه واعده. ادي مسك بالايد، كمل تمام، وهو مصمم على المسك، وبعدين بالايد الثانيه كمان. محمود شاور ركله مره، وبعدين ادانا انطباع ان هو بيحذر المهاجم ان انت ما تكررش الكلام ده او ما تعملش كده تاني، واللعيبه بتطالبه ان هو يديله انذار، ولكن المخالفه موجوده والاعاقه موجوده وكان في افساد لهجمه واعده، بالتالي كان المفترض هنا القرار ان يبقى في مخالفه لانبي ومعاها كمان انذار لافساد هجمه واعده، والحقيقه ده ما حصلش. الكابتن محمود ناجي اول حكم مصري في اول مباراه يمنح حصانه لطارق حامد من الطرد وكمان للمسلوسي. كابتن طارق حامد في الدقيقه 17 انذار واضح جدا ورؤيه الحكم واضحه جدا وفي اصرار على الخطا مره واثنين وثلاثه، والكابتن محمود ناجي ما طلعش الانذار للاعب مركز 6 لان الدقيقه 17 وده ممكن يحجمه. توقعي في الدقيقه 51 هجمه واعده لفريق انبي، بيتدخل الكابتن طارق حامد بلعبه تستحق الانذار، فبيمنح الكابتن محمود ناجي حكم الساحه الانذار، بس ده مش المفترض يكون الانذار الاول لكابتن طارق حامد، ده كان المفترض يكون الانذار الثاني لكابتن طارق حامد، وبالتالي اصبح عندنا ركله جزاء لصالح نادي الزمالك غير صحيحه، وركله جزاء تغاضى عنها التحكيم، وطرد لطارق حامد في الدقيقه 51 تاثيره مش هيكون داخل ال 90 دقيقه فقط لا غير، ويمنح افضليه لفريق انبي، لا كمان كان هيمنح افضليه لفريق منافس نادي الزمالك في الجوله الثانيه وهو طلائع الجيش، بس ما كانش طارق حامد، كان ايضا مع المسلوسي. كان المسلوسي ايضا يستحق الطرد. نطلع ونشوف كابتن جمال الغندور ورايه ايه في الانذارات ونرجع نعقب. نشوف هنا طارق حامد. طارق حامد هنا يعني بص الاول مسك تمام لغايه دلوقتي كده، هنا مخالفه بس. ايوه لغايه دلوقتي مخالفه بس تمام، اللاعب عدى ماشي نكمل خلاص، الحكم ادى تحت فرصه مثلا او اللعب مشي تمام، رجع تاني مسك تاني. يبقى في اصرار اسمه اصرار على مخالفه قانون اللعبه، وده موجوده في الماده 12 الاصرار على مخالفه القانون، وبعدين مسك ثالث مره كان لابد انه يحصل على انذار في هذه. ما خدش انذار طارق حامد في ما خدش انذار، بس تستحق الانذار طبعا. طبعا كانت تستحق انذار واصرار على مخالفه قانون اللعبه. وانا عايز اقول احد اهم المساهمين في الكفاءه الفنيه لطارق حامد هم الحكام المصريين، لان كام لعبه بيخالف فيها قانون اللعبه زي ما قال وما بتتحسبش، فبتديله دايما احد اهم اسباب راس ماله وهو الشد والجذب والزق والدفع
وكل ده بدون كروت صفراء بتنعكس على العدالة الفنية. لو طارق حامد اطرد، مسلوس اطرد، ركلة جزاء لم تحتسب احتسبت غير صحيحة لنادي الزمالك، هل كنت تعتقد ان نتيجة المباراة كانت هتخرج بنفس الشكل؟ اكيد لا. تروح للكابتن جمال غندور وهو بيوضح لنا اللقطة اللي حصل فيها يعني انذار غير مستحق أو إنذار بطريق خطأ وتم تصحيح الإنذار، ولكن الكابتن جمال غندور كان شايف برؤية أشمل وأوسع. نشوف تعقيب الكابتن جمال غندور على الإنذار لحمزة المسلوسي. والفار مش هيتدخل. ليه؟ لأن دي مخالفة خارج منطقة الجزاء. شوف شوف شوف، تعالى نسأل سؤال، هي الرجل اليمين بتاعة لاعب الزمالك دي بتعمل إيه؟ بتتحط في سكة اللاعب عشان تعرقل وما قطعش الكورة، وما قطعش الكورة، ما وصلش الكورة، ده الكورة اتلعبت من خلاله وادي العرقل. ركلة حرة مباشرة وإنذار، لم تحتسب المخالفة ولم يعطى الإنذار. تمام؟ تمام. طيب، تعامل من محمود علاء مع الحكم غير لائق بالمرة. نتكلم بصراحة. والحكم مركز إن هو يكتب الرقم. اللي عمل المخالفة مش محمود علاء. اللي عمل المخالفة هو اللاعب رقم 24 حمزة المسلوس. خلاص؟ وارد، لكن انا صراحه محمود علاء بيقول له ما تزعقليش كتير قوي. انا ما اعرفش ايه اللي حصل، لكن هفترض يا كريم انت في الملعب وانا زعقت لك، هل ده يعطيك الحق انك انت تزعق لي؟ لا طبعا، بالتاكيد لا. اللي حصل لا اعتراض بشكل غير لا، انا ما اعرفش ايه اللي حصل، لان الصوره لغايه دلوقتي لو انت قلت لي هل محمود علاء عنده انذار ولا لا، انا ما اعرفش. لغاه يا كابتن، اتلغى. لغاه لغاه، يبقى اذا محمود علاء ما عندوش انذار. لا لغاه وادى لحمزه المسلوسي. ده كلام صحيح بالنسبه للايه، للجزء الاولاني من الحاله. طب الجزء الثاني من الحاله، اين حساب الاعتراض؟ الاعتراض بهذا الشكل وبالصوت، واعتقد كلنا سمعنا الصوت في الـ اين حساب الاعتراض؟ الكابتن محمود ناجي ازاي وافق ان هو يشوف لاعب يتعامل معاه بهذه الطريقه ولا ياخذ اي قرار اداري تجاه الكابتن محمود علاء؟ اذا احنا عندنا في المباراه دي ركلة جزاء غير صحيحة تم احتسابها، حكم الساحة محمود ناجي، حكم الفار حسام عزب، ولازم أذكركم دايما بالأسماء عشان احنا هنشيد بالحكم الجيد وهنقول أسماء الحكم المخطئ في قراراته. نختار أفضل حكم كمان مع نهاية الموسم. بالظبط. النقطة الثانية والمهمة جدا، في طرد مستحق لطارق حامد في الدقيقة 51 لو كان تم تطبيق القانون في الدقيقة 17 ومنحه إنذار بآراء خبراء التحكيم وعلى رسوم الكابتن ياسر عبد الرؤوف من قناة نادي الزمالك. النقطة الثالثة، طرد مستحق لحمزة المسلوسي اللي كان يستحق إنذار في كرة مع لاعب إنبي في هجمة واعدة، والكرة الأخيرة اللي خد فيها الإنذار بعد ما تراجع عن منح محمود علاء ومنحه لحمزة المسلوسي، أدي تاني لاعب كان المفترض يطرد. الثالثة هنسيبها لاختيارات الجمهور. هل من وجهة نظركم محمود علاء كان يستحق الطرد بعد الحالة أو الصورة اللي شفناها مع الحكم محمود ناجي؟ ده تساؤل بنطرحه لحضراتكم عشان نطلع من مباراة البعض بيتكلم عن مباراة الأهلي والإسماعيلي بمباراة فيها ركلتين جزاء قرارات خاطئة وثلاث لاعبين اتنين على الأقل بتطبيق القانون كان لازم يطردوا من نادي الزمالك، هما طارق حامد وحمزة المسلوسي، ولكن الكابتن محمود ناجي أعتقد كان له رأي فيه حصانة لبعض اللاعبين من الطرد. كلامك ده هيأثر وهيزعل كابتن حلمي طولان أكتر، لأن كابتن حلمي طولان أنا تقريباً ما بشوفوش متعصب على مدار الموسم غير بعد مباريات نادي الزمالك، لأن اللي بيحصل معاه فيها صعب جداً. نطلع ونشوف كابتن حلمي طولان عقب إيه على كل اللي انتوا سمعتوه ده، حس إزاي كمدرب بيه وقال إيه في المؤتمر الصحفي. نشوف الفيديو. يكفي إن الهدفين اللي جم، طبعا هدف الاول ضربه جزاء غير صحيحه بالمره، الهدف الثاني خطا في المراقبه داخل منطقه الجزاء، لكن انا بالرغم من كده انا سعيد باداء فرقتي وبحييهم وبشكرهم على ادائهم، واتمنى يا ناس اللي ملوش ظهر بيتضرب على بطنه، اللي ملوش ظهر بيتضرب على بطنه، يا ناس لو سمحتوا لو سمحتوا كده كتير، هو ده امتداد للموسم اللي فات ولا ايه؟ انا مش عارف، مش قادر اقول اكتر من كده. انت بتقولني كلام، انت بتقولني كلام انا ما قلتوش، ضربه جزاء من وحي الخيال، لكن في جول تاني جه للاسف. للحقيقه يعني انا صعبان عليا الحاله اللي بيوصل ليها كابتن حلمي طولان احد ابناء الزمالك وهو بيشوف
فريق الزمالك بيستفيد دايما من اخطاء تحكيميه في مواجهاته وهو بيتضر ده، وقال اللي ملوش ظهر بيتضرب على بطنه، وكان متاثر جدا. البعض قال لما كابتن حلمي طولان قال ان ده امتداد للموسم السابق فقالوا له انت بتتكلم على استفاده الزمالك، قال ما تقولونيش كلام ما قلتوش. بس في كلام مش محتاج يتقال، هو لو احنا بنتكلم ان الكلام ده اداء عام على التحكيم الموسم اللي فات، هو من هو الاكثر استفاده من التحكيم الموسم اللي فات؟ سؤال الناس اللي بتتفرج علينا تجاوب عليه. تاني حاجه، كابتن حلمي طولان في وقعه مباشره الموسم اللي فات ضربتين جزاء لنادي انبي امام نادي الزمالك لم يحتسبا، وفاز نادي الزمالك بثلاث نقاط وقتها غير مستحقه وظلم نادي انبي. طبق الكلام اللي قاله كابتن حلمي طولان، هتعرف امتى كابتن حلمي طولان بيتظلم وليه وصل ان هو يقول يا ناس. لا انا هسالك سؤال كده واختبر بقى ايه، انت مصحصح معانا في الفقره دي ولا لا؟ بما انك اتكلمت عن الزمالك وانبي الموسم الماضي، مين كان حكم الساحه؟ حكم الساحه ما حدش يقوله في الاربيس يا جماعه. كان مين حكم الساحه؟ الكابتن محمد الصباحي. لا لازم تركز في الاخطاء، محمد الصباحي ركلتين جزاء، لازم تركز في الاخطاء اللي زي دي. احنا بدانا الموسم بالكابتن محمود ناجي والكابتن حسام عزب حكم الفار، لكن للامانه ما كانش الكابتن حلمي طولان فقط لا غير اللي بيئن من فكره التحكيم واخطاء التحكيم، ولكن كان احد ابناء نادي الزمالك ايضا، ولكن كان اكثر وضوحا وهو الكابتن احمد حسام ميدو عندما كان مديرا فنيا لنادي وادي دجله. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. الشوط الاولاني جول بتاعنا مش اوفسايد 2 متر، وبقول له بين الشوطين حرام عليك يا كابتن الكره مش اوفسايد، وبوري له السكرين. نزلت بعد المحاضره بتاعتي بين الشوطين قالوا لي انت مطرود. طب مطرود ليه؟ الراجل بيحسب علينا فاولات عكسيه من اول دقيقه. الجول اللي دخل بتاع الزمالك مش فاول اصلها، مش فاول. قولوا لنا يا جماعه، يعني انا بوجه رساله للمهندس هاني بوريدا، انتوا عايزين يا جماعه نفضل محلك سر؟ يعني انتوا عايزين الكره بتاعتنا تفضل محلك سر؟ احنا ناس بنتعب وبنخلص وبنشتغل وما بننامش وكل حاجه، وفي الاخر بيجي حكم مش راضي حتى ان احنا نعمل نتيجه كويسه. احنا بنلعب النهارده الزمالك والحكام، الكابتن ايمن يعني راجل عنده خبره كبيره قوي. الجون بتاع الشوط الاولاني ده عيب في تاريخه، عيب. انا بقول للكابتن رضا البلتاجي عيب ان جون زي ده يتلغي، جون واضح وصريح ما فيهوش اي يعني شك ان هو اوف سايد وقدامه وما فيش حد عامل بلوك عليه. كابتن ايمن فاهم انا بتكلم فيه كويس قوي. نتمنى بدايه تكون افضل مما رايناه من التحكيم او من بعض الحكام، لان الامانه بدايه الدوري بدايه مهمه جدا. رابطه الانديه مقدمه شكل مختلف، الصوره مختلفه، حتى الأداء التحكيمي في معظم المباريات أو تقريبا في كل المباريات كان أداء جيد جدا، وإحنا من هنا بنثق في أي رأي تحكيمي أو أي حكم هيجتهد ويبذل مجهود إن هو يحاول إن هو يقدم أفضل ما لديه. ولكن مباراة واحدة فقط لغير من الأسبوع الأول هي اللي أثارت كل هذه الأخطاء، الجدل التحكيمي والأخطاء التحكيمية. فنتمنى من الكابتن عصام عبد الفتاح يكون في ثواب وفي عقاب. البعض اقترح زي ما الحكم بياخد مقابل مادي، في حالة الأخطاء اللي زي دي يتم خصم من المستحقات لدى الحكم، لأن الخصم عند الحكم ممكن يخليه بشكل أكبر مركز إن هو يصل لأفضل مستوياته، عشان كرة القدم محتاجة، والدوري المصري حاليا في تنافس كبير جدا وفي تقدم وتطور مهم جدا. نتمنى يكون التطور ده على مستوى التحكيم المصري، مش بس في إطار زي الحكم اللي طبعا شيء عظيم جدا، ولكن أهم شيء مستوى وأداء الحكم. أتمنى الكابتن عصام عبد الفتاح يفعل ذلك. ده أنت كده اللي مش مصحصح، مش أنا، لأن الكابتن عصام عبد الفتاح هيعاقب إزاي بالرأي اللي هنعرضه ده؟ لأن لما أسامة بيشوف إن كابتن عصام عبد الفتاح لازم يعاقب، يبقى كابتن عصام عبد الفتاح لازم يشوف الخطأ. طب تعالوا نشوف خطأ أجمع الجميع على تقييم ركلة جزاء نادي الزمالك الغير صحيحة هو شافه إزاي. واحدة، يعني انت ضربة الجزاء بتاعت النهارده بتاعت الزمالك امبارح ايه؟ 50-50؟ يعني ايه 50-50؟ يفهموني الناس اللي شوية عندهم اللي هم خبراء فعلا في التحكيم. ان عندنا في التحكيم حاجة اسمها مناطق معينة، في بنقول المنطقة البيضاء البلاك، وبنقول الوايت، في الأبيض وفي الأسود. ما بينهم الأبيض والأسود دول واضحين طبعا. يعني قرارات بتبقى واضحة في التحكيم. في ما بينهم الجري زون، المنطقه الرماديه اللي هي في التحكيم لما يكون في قرار صعب، قرار مش قادرين نحكم عليه بشكل صحيح، الصوره مش واضحه، بنروح مع القرار اللي اتخذه الحكم حتى لو هذا القرار. طب هو امبارح مش كان في فار يا كابتن؟ في فار بس. طب الفار ما يشوفهاش؟ ما كانش في لقطه يقدر الفار يتدخل فيها.
بشكل واضح. ما في، لازم يكون عنده كلير ايفيدنس، لازم يكون عنده دليل واضح عشان يقدر. هو الفار، هو الفار يا كابتن من حقه يوقف ومن حقه يعيد ويبص من اكتر من كدر بالظبط، لكن لو لكن هو زي الحكم في الملعب ممكن ما يكونش عنده الكدر اللي يحكم فيه اللي فيه شك، ما يتدخلش ابدا، لازم يتدخل. بس هي بس هي يا كابتن، بس هي يا كابتن على الشاشه اما تشوفها من كذا يعني كدر تقدر تحكم. انا معاك يا سيف، بس في بعض اللقطات ما بتكونش كافيه انك تحكم على حاجه. بس اللقطات امبارح اللي احنا شفناها اعتقد ان هي قادره انك تحكم. والله مش 100% عشان اكون صادق معاك. وعلى فكره احنا عرضنا الحلقه، احنا يمكن في معسكر حاجه افريقيا وبعتوها للزملاء، ما حدش قدر، ما اجزمش احد ان ممكن الفار يتدخل في هذه الحاله. كابتن عصام عبد الفتاح بيتكلم في فكره كلير ايفيدنس، الدليل الواضح. وكابتن سيف زاهر اللي دايما ما بيحبش يخترق المناطق الشائكه بيقول له انت شايف على الشاشه اعتقد اللي احنا شايفينه واضح، يقول له لا بس بعض الحالات مش واضحه. طب الحالات اللي احنا شفناها امبارح كانت واضحه ومبينه اللعبه، هو عايز كابتن عصام عبد الفتاح يبقى على لسانه هو اللي قال ان هي ركله جزاء غير صحيحه، واصرار واضح من كابتن عصام عبد الفتاح ان هو ما يقولش ان هي ركله جزاء غير صحيحه وال 50 50 بحيث لا جمهور النادي الاهلي يزعل ولا جمهور نادي الزمالك يزعل. مفيش حاجه اسمها 50 50، وانا عندي صوره واضحه. والغريب ان دي كانت مكالمه من الكابتن عصام عبد الفتاح او مداخله تاني يوم المباراه، يعني حتى هذه اللحظه فات 24 ساعه وما شفتش الكادر اللي فيه دفع من سيف الجزيري لمدافع انبي. يمكن ده منهج الكابتن عصام عبد الفتاح في الكرات اللي بيكون فيها شك، ده لو افترضنا اساسا ان الكره فيها شك فيقول 50 50. قبل المباراه دي كان في مباراه بين سموحه والاتحاد وكره اثارت برضو بعض الجدل عند خبراء التحكيم. راي الكابتن عصام عبد الفتاح كان شايفها 50 50 ولا كان شايفها بشكل تاني؟ نسمع الكابتن عصام عبد الفتاح بنفسه. احمد سامي من دقائق وقال لي ان الكابتن الشناوي برضو قال نفس الكلام، والحقيقه مش شفت اللقطه. وخلينا نتفق، سيكون هناك اخطاء رضينا ام ابينا، هذا امر طبيعي في العالم كله، عشان نتفق كده من الاول. انت رايك الشخصي ايه يا كابتن في اللعبه اللي هي ضربه الجزاء الثانيه دي؟ بص يا كابتن متحف، اتفضل. وهقول لك بكل امانه طبعا اي حاله هقول لك بكل امانه كعادتك. اللقطه دي ركله جزاء مليون في الميه، ركله جزاء مليون في الميه بلا ادنى شك. طيب بلا ادنى شك، اتفضل. يمكن كلمني فرج بيه وقال لي انا مش زعلان بس اللعبه دي ممكن. قلت له احنا كمان يمكن في راي في بعض الزملاء المحللين قالوا رايهم، واحنا بنحترم كل الاراء، لكن في النهايه احنا كمان راينا مليون في الميه. انا يعني لما قلت 50 قلنا نطلع ل 60 70 مستوى رفيع 110، لكن بصراحه الكابتن عصام عبد الفتاح كان حازم بشكل كبير جدا في ركله جزاء كان عليها برضو بعض اللغط، قال مليون في الميه. يتضح من هذا ايه؟ انتوا بقى فاهمين ان كابتن عصام عبد الفتاح لما بيكون واثق في القرار بيطلع يقول مليون في الميه، لما بيكون بيدافع عن قرار حكم اخطا وحكم فار لم يستدعي الحكم لتصحيح الخطا هيقول 50 50 60 40 55 45. فبالتالي على راي فارس انا كده مش مصحصح، ازاي الكابتن عصام عبد الفتاح هيحاسب الحكم وهو اصلا طالع بيدافع عن الحكم وبيقول ركله جزاء 50 50؟ قلت لك في حلقة حصد النقاط الختامية أنت طيب ما صدقتنيش. ولكن رسالة بس للكابتن عصام عبد الفتاح قبل ما أسامة يستعرض مشاركتكم في الهاشتاج. بص يا كابتن عصام، كابتن جهاد جريشة أكد إن أنت في تونس اتكلمت عن فكرة إن أخطاء التحكيم الموسم اللي فات كان لها دور في حسم اللقب أو تحديد بطل المسابقة. أنا رسالة ليك هي نبعة والله من خوف على التحكيم المصري، وان احنا عايزين بطل عادل للمسابقة يكون اهلي، نتمنى الاهلي يكون حد تاني لو هو يستحق ما عندناش مشكلة، ولكن الرسالة ما تسمحش خلال ولايتك ان يجي حد يطلع يقول ان اخطاء التحكيم تسببت في وجود كابتن عصام عبد الفتاح في ان بطل المسابقة كان غير مستحق. رسالة اتمنى حضرتك تاخد وتعمل بيها. نتمنى ذلك. وبما اننا بنتكلم عن التحكيم عندنا امين عمر حكما لمباراه الزمالك وطلائع الجيش، والكابتن محمود عاشور
حكم لمباراة الأهلي والبنك الأهلي، وأعتقد الكابتن محمود عاشور كان حكم الفار في مباراة الأهلي والإسماعيلي في ركلة جزاء جونيور أجاييه. فنتمنى زي ما الكابتن محمد عادل اشتغل على نفسه الفترة الأخيرة وقدم لنا صورة أو نسخة غير النسخة اللي شفناها من الكابتن محمد عادل في مواقف كتيرة مع النادي الأهلي، نتمنى نرى نسخة عادلة من الكابتن محمود عاشور في مباراة الأهلي والبنك الأهلي، نتمنى ذلك إن شاء الله. ولكن عندنا بقى بما أننا بنتكلم عن الجماهير وهاشتاج الأهلي خط أحمر، ممكن نستعرض بعض مشاركات الجماهير في خطة اللعب أو طريقة اللعب. وده اللورد الهواري بيتكلم عن فكرة إن هو النادي الأهلي يلعب بنفس الطريقة، بس يلعب أكرم مكان ديانج وهاني يلعب مكان أكرم. أما علي صلاح بيتكلم بيقول أتمنى تكون نفس خطة المباراة اللي فاتت 3-4-3 بوجود حسين الشحات، هو مش باك رايت بقى، هو وينج باك، وانا اتمنى لو هنلعب 3-4-3 يتم الاستفاده من كابتن حسين الشحات في المنطقه دي، واكرم وسط ملعب. طبعا بيتكلم ان اكرم يدخل مكان اليو ديانج. زعيم الجدال يعني بيتكلم عن احلى مسا على كل اهلاوي في العالم، الصراحه في ظل تواجد لعيبه مميزه اي تشكيله هتنجح ان شاء الله، انا اتمنى اللعب باكتر من تشكيله عشان الاهلي كنادي كتاب مفتوح لكل الفرق، ويعتبر التشكيل والخطط وتغيير التشكيل والخطط هيفيد المرحله الجايه. وكل عام وانت بخير يا قائد بيبو. معانا مين تاني من المشاركات؟ هيثم شحاته بيقول 4-3-3 بس لازم يكون قفشه في الثلاثه بتوع نص الملعب، ونخلي شريف مع تاو الشحات قدام، هناخد من كل لاعب مش اقل من 90% في مركزه. كمان محمد يوسف بيقول موسيماني هيعتمد على طريقة الضغط من أول مباراة في نفس الاسكواد في مباراة الإسماعيلي مع تغيير ياسر إبراهيم بدل من حمدي فتحي. كمان دكتور محمد السعيد بيقول هيرجع يلعب بالخطة بتاعت 4-2-3-1، وربما أنا أميل للرأي ده. محمد عبد الهادي بيقول نفس طريقة ماتش الإسماعيلي بس عمار مكان ديانج. وزايد الزعيم بيقول إن شاء الله الأهلي هيكسب وهيلعب ب 4-3-3. ومحمد كساب بيقول لطفي بيحط التشكيل، لطفي أيمن بدر معلول السلية أكرم هاني تاو قفشة مكسوني شريف، شريف خارج قايمة. وإن كنت يعني منتظرين في آخر الحلقة إن شاء الله نستعرض ليكم بعض التويتات وبعض المشاركات، ولكن أنا عاجبني جدا فكرة إن الناس دلوقتي عندها ثقة في عمار حمدي، وعندها ثقة إن نغير ويلعب كابتن حسين الشحات وينج باك، وعندها ثقة في أكرم توفيق يدخل نص ملعب. وده اللي إحنا بنأكده إن النادي الأهلي بيملك سكواد يريح المدير الفني في وضع التشكيل، ومع التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين والنجوم دول نقدر بإذن الله نرجع الأهلي اللي بيقول دايما اللي خايف يروح. نشوفكم بعد الفاصل والأهلي خط أحمر. ورجعنا لكم وآخر فقراتنا في الأهلي خط أحمر وريمونتادا كالعادة. هنبدأ بفكرة، الفكرة دي ان انت احيانا لما بتحس ان الفارق الفني او هيبقى فيه تفوق فني في السكواد ما بينك وما بين المنافس، ممكن اللي ما تحققوش على ارض الواقع تبدا تضغط وتردد شعارات عشان تحققه خارج الملعب. ده اللي بدا يتردد لما يحصل مقارنات ما بين سكواد النادي الاهلي والكواليتي بتاعه وما بين سكواد نادي الزمالك والكواليتي بتاعه. احنا هنا مش هنرد بكلام مرسل، هنرد بكلام دقيق وعلمي وكالعاده زي ما انتم متعودين معانا بالورقه والقلم. نطلع ونشوف كابتن سمير كمونه وكابتن خالد الغندور قالوا ايه. عايز اكلم كابتن معاك برضو جزء فني سريع، السكواد بتاع الاهلي افضل ولا الزمالك؟ الزمالك. الزمالك؟ الزمالك، ان الزمالك محافظ على ده. الزمالك يعني محافظ على يعني ده. بعد ما الزمالك اتوقف له القيد وفي لعيبه ما جاتش والزمالك السكواد بتاعه افضل من الاهلي بعد ما جاب انتداباته؟ من السنه اللي فاتت وهو افضل، عشان مش عشان خد الدوري، لا هو نوعيه لعيبه نادي الزمالك خصوصا في التلت الهجومي يا خالد افضل صح. من لعيبه النادي الاهلي. انت عارف ان انا اهلاوي من الاهلاويه اللي بيعيطوا يعني مش لكن في الجد والشغل الفني بتكلم بمنتهى الامان. طيب بص يا كابتن سيف، القصه مش بالكميه صح، مش بالكم بالكيف، القصه بالكواليتي بتاعت اللعيبه. النادي الاهلي عنده كميه كويسه جدا، لكن النادي الزمالك عنده كواليتي اقل بس اجمد.
انا واقف عند جمله نادي الاهلي عنده نادي الزمالك عنده كواليتي اقل بس اجمد. هي كواليتي اقل واجمد ازاي؟ دي اول مره اسمعها في التاريخ. ولكن هو اكيد لما كابتن سمير كمونه وهو اهلاوي زي ما بيقول بيعيط يشوف ان اسكواد نادي الزمالك اتقل على مدار سنتين، يبقى طبيعي رد فعل كابتن خالد الغندور يكون مبرر جدا. وكابتن سمير مع احترامي لحضرتك والاراء الفنيه، انا انت اهلاوي وطبيعي يكون عندك وجهات نظر وتقولها زي ما انت عايز ولك كل الاحترام، بس لما تكون مبنيه على معطى ومبنيه على ارقام، هنا نشوف ابناء نادي الزمالك ازاي بيستغلوا اي فرصه عشان يدعموا ناديهم، وحضرتك بتدي الفرصه لغيرك ان هو يستغل كلامك ويقول كده. طب تعالوا نرد زي ما احنا بنقول بالارقام، نستعرض السكواد بتاع الزمالك اللي هو اتقل على حد قولكم مقارنه بسكواد الاهلي اللي هو اضعف على حد قولكم حقق ايه اخر موسمين. النادي الاهلي بطل لافريقيا بطولتين ورا بعض، النادي الاهلي حقق سوبر محلي ودوري عام ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر في 2019 2020، وفي 2021 حقق دوري ابطال افريقيا وسوبر افريقي وبرونزيه كاس العالم للانديه. نادي الزمالك حقق كاس مصر وسوبر افريقي وسوبر مصري ودوري عام. نادي الزمالك اللي سكواده الحالي اللي حضرتك كنت شايفه السنه اللي فاتت اقوى هو اللي مش قادر يجاري النادي الاهلي اللي حقق بطولتين دوري ابطال افريقيا على بعض. ده ارقام ودي كلام لا يقبل الجدال. عندنا كمان يا فارس القيمه السوقيه للاعبين او القيمه التسويقيه للاعبين، انت عندك لاعبي النادي الاهلي ولاعبي نادي الزمالك على ترانسفير ماركت، القيمه التسويقيه اللي بتدل على فكره قيمه او الكواليتي للاعبي النادي الاهلي ولاعبي نادي الزمالك، اعتقد الفرق واضح جدا، 29 مليون وكسور للنادي الاهلي و18 او ما يقارب 19 باليورو لنادي الزمالك، وده ده موقع ترانسفير ماركت احد اهم المواقع اللي دايما بنلجا اليه في القيمه التسويقيه للاعبين. واضح جدا من حيث البطولات ومن حيث القيمه التسويقيه ان النادي الاهلي عنده اسكواد اقوى من وجهه نظر بحته تخص البطولات والقيمه التسويقيه. لكن البعض راح لفكره بقى اننا ناخدها بشكل نوعي، ايه هو الشكل النوعي؟ لا احنا هناخد جزء من السكواد في النادي الاهلي وجزء في النادي من نادي الزمالك ونقول هنا في الزمالك افضل من هنا في النادي الاهلي، منهم الكابتن محمد ابو العيله. نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب. اللي يثبت لك ان كلام بقاله سنتين وثلاثه ده اقوى ثلث هجوم في افريقيا، ان رغم ان انا كنتش عايز اتكلم على النادي الاهلي، لكن طالما الكلام تقييم فني، مين المنافسين الوحيدين او اقوى منافسين لو وجدوا في اي بطوله؟ عشان كده كنت شايف ان بطوله الدوري السنه اللي فاتت دي اقوى بطوله في افريقيا، بطوله الدوري المصري. ليه؟ لان دايما اي بطوله فيها الاهلي والزمالك بيلعبوا اقوى دوري في افريقيا، اقوى دوري في افريقيا واقوى بطوله في افريقيا من وجهه نظري السنه اللي فاتت تحديدا اللي هي الموسم اللي كان فيه الزمالك والاهلي لحد اخر منافسه. اي بطوله يا سيف هيبقى فيها نادي الزمالك والاهلي لحد النفس الاخير هتبقى اقوى بطوله في افريقيا، صح، تحت اسم دوري المصري لو في النفس الاخير. ما انت في جينا لعبنا دوريات قبل كده كانت بتنتهي من الدور الاول. خد بطوله افريقيا ببادجي، خد بطوله افريقيا بجيرالدو، خد بطوله افريقيا بمروان محسن، ودول ما بقوش موجودين معاه تاني سنه. اضطر يجيبوا عليهم مين؟ والتر بواليا وشريف وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، صح؟ خلص بيه السنه اللي فاتت رغم ان خد بطوله افريقيا برضه. اضطر يجيب عليهم مين؟ كمل الموسم اللي بعده. ما انا بقول لك ما مش مشكله، بس جاب عليه مين؟ جاب عليه مين؟ بواليا، شريف، طاهر، صلاح محسن رجعوا من الاعاره. طيب رغم دول معايا برضه، رغم دول البدائل اللي كابتن عمر قال عليهم. جاب مين تاني كمان السنه دي؟ عشان حاسس ان لسه المشكله هنا في الحته دي. مكسوني، حسام حسن، عبد القادر من الاعاره، عمار حمدي، بيرستاو. خمس لعيبه برضه في الثلث الهجومي. رغم ان انت بقالك سنتين في نادي الزمالك نفس الثلث الهجومي اللي موجود في السنه دي، انت مضطر رجع لك اعاره. المعارين حتى اللي رجعوا كان اثنين هدافين الدوري، عمر السعيد مصطفى، ثلاثه هدافين الدوري او سي عشان كان مصاب، لكن الاثنين فعلا هدافين الدوري، عمر السعيد ومصطفى فتحي. قمه المغالطه المنطقيه بيحاول يروج ليها الكابتن محمد ابو العلا بعقد مقارنه بين لاعبين لم يكن مشاركتهم اساسيه مع النادي الاهلي بالمشاركين الاساسيين مع نادي الزمالك، وبيقول لما هو القوه الهجوميه عند النادي الاهلي اقوى ليه اللعيبه دي رحلت وليه جبت لاعبين اخرين. انا هعذر الكابتن محمد ابو العيله لانه ما يعرفش النادي الاهلي بشكل كافي، لانه لم يحالفه الحظ مثل بعض زملائه في المشاركه او دخول النادي الاهلي للاطلاع على النادي الاهلي عن قرب. النادي الاهلي بطل 2005 افريقيا، بطل 2006
فقد البطوله في 2007، حقق البطوله في 2008، كان عنده جيل لا يختلف عليه حتى لاعبي نادي الزمالك انفسهم، حتى الكابتن محمد ابو العيلة. ولكن النادي الاهلي جاب جاب طارق السعيد، جاب محمد صديق من الزمالك، احمد فتحي، معتز اينو، انيس بوجلبان، سيد معوض، احمد حسن، شريف عبد الفضيل، محمد فضل، حسين ياسر، عوده حسام غالي، عوده محمد فضل، التعاقد مع شريف اكرامي. في خلال الاربع سنين ان النادي الاهلي فيهم وصل اربعه نهائي دوري ابطال افريقيا، محقق ثلاثه، كان النادي الاهلي بيتعاقد مع كم من النجوم دي؟ لان سياسه النادي الاهلي الحفاظ على القمه أصعب من الوصول إليها. ولذلك النادي الأهلي يا كابتن محمد أبو العيلة مختلف تماما، وبالتالي كانت المغالطة المنطقية اللي طالعة منك مقبولة جدا، لأن فكرة الحفاظ على القمة فكرة صعبة على الكابتن محمد أبو العيلة جدا. طب احنا رحنا لده، احنا عندنا البطولة اللي الزمالك وصل فيها، هو قال لك كان عندك جيرالدو. ما أنا سايب لك الجزء ده. فأنت عندك نفس الفريق بتنافس وواصل نهائي، الأهلي عمل إيه الموسم اللي بعده؟ ضاف زي ما أنت قلت، أنا معاك والتر بواليا وشريف ورجع صلاح محسن وطاهر، كلهم كان لهم دور في إنك أنت تتوج بدوري أبطال أفريقيا، الزمالك كان إيه وضعه؟ خرج من دور المجموعات. فده الفارق الكبير جدا اصلا عمليا حتى مش تاريخيا، لا ده احنا بنتكلم في الموسمين دول، الاهلي بيعمل ابجريدنج، انت مش متخيل كم القصور في وجهه النظر ان انت تشوف ان انا عندي اللي انا مكتفي بيه فما طورتش، فمعنى كده ان انا اللي عندي كفايه واحسن، كفايه واحسن لو انت البطل. عندنا الدوري عدد الاهداف الدوري الاهلي في الموسمين متفوق في عدد الاهداف في الدوري، الاهلي في البطوله الافريقيه اللي وصل فيها نهائي مع نادي الزمالك متفوق على نادي الزمالك وهجوم نادي الزمالك، الاهلي حتى في البطوله الافريقيه اللي خرج منها دور المجموعات نادي الزمالك لغايه دور المجموعات الاهلي متفوق. ويعني ما ينفعش نقول للكابتن محمد ابو العيلة والبعض اللي بيحلل خط هجوم النادي الاهلي وخط هجوم النادي الزمالك في اربع لاعبين ان كره القدم الحديثه مختلفه تماما، وعندنا النادي الاهلي كل لاعب من في خط من خطوط النادي الاهلي بيقدر يساهم بشكل هجومي بشكل كبير جدا. اعتقد البطولات والارقام والانجازات والمساهمه مع منتخب مصر بتقول ان سكواد النادي الاهلي هو الاقوى دون التعرض للاعب لاعب، لان لو تعرضنا حتى للاعب لاعب كفه لاعبي النادي الاهلي هترجع. نشوفكم في حلقه جديده من الأهلي خط أحمر. سلام يا فارس، سلام جماهير النادي الأهلي.